مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده من بوكس تو بوكس. وزي ما بيقولوا بدل الفرحه اتنين، وبدل الاتنين تلاته، وبدل التلاته كمان اربعه. الاربع فرق المصريه استطاعت التاهل لدور المجموعات في البطولتين الافريقيتين، دور ابطال افريقيا وايضا الكونفدراليه الافريقيه. الاهلي في مشوار او في دور بالنسبه له كان سهل جدا امام سان جورج، استغل مارسيل كولر للمباراه الثانيه اللي هي يوم الجمعه في التاكد من مستوى البدلاء، ودفع بعدد غير مش قليل في الماتش ده بكريستو بكريم الدبيس، اللي يعني الحقيقه بعض الناس اتفاجئت انه بيشارك مكان علي معلول من بدايه المباراه. ظهر محمد مجدي قفشه في مركز 8 بشكل واضح وبشكل صريح في نص الملعب، بدا احمد عبد القادر المباراه، كوكا بدأ المباراة من أولها، فيعني على الأقل في خمسة من اللاعبين اللي ما كانوش بيبدأوا مع الأهلي الماتشات اللي فاتت ظهروا في هذه المباراة من بدايتها، والحقيقة تألقوا بشكل كبير جدا وأخدوا فرصة مهمة في ظل سياسة مارسيل كولر في تأهيل لاعبيه للدوري الإفريقي اللي هينطلق 20 أكتوبر، واللي فيه صرخة ألم كبيرة أطلقها المدير الفني بعد هذه المباراة في التصريحات بتاعته، وهنتكلم عنها دلوقتي لأن الراجل بيقول لك الاتحاد الإفريقي، أنا أختار كلمات مهذبة ومنمقة لأن الاتحاد الإفريقي بيختار مواعيد غريبة جدا. قال لك إن أنا عندنا توقف دولي في كل الدنيا معروف يخلص يوم 17، فاللعيبة تبتدي تيجي من يوم 18، إزاي ألعب افتتاح البطولة بره أرض يوم 20؟ يعني قبلها 48 ساعة. ده اللعيبة اللي جاي لي من اليابان زي علي معلول، بتوع منتخب مصر جايين من الإمارات يوم 17، ونفس الكلام لبيرسيتا، ونفس الكلام لأليو ديانج، وده ينطبق أيضا على لعيبة سيمبا وعلى لعيبة سان داونز، على كل اللاعبين يعني. فالراجل بيقول لك دي مواعيد المفترض يراعى فيها الحالة بتاعت الأندية واللاعبين. قال لك كمان أنا مش عارف حالة اللعيبة إيه، جاية لي من المنتخبات بقالها 10 أيام معاهم، انا مش هبقى عارف الحاله بتاعت كل واحد فيهم ايه لانه مش في حضني في العشر ايام اللي قبل المباراه. انما زي ما احنا عارفين ان الصرخه لا احد ينظر اليها، حتى بيقولوا لي ان هم طلبوا من اتحاد الكوره يبعت جواب رسمي للاتحاد الافريقي، اتحاد الكوره رفض وقال لك ان البطوله دي بالذات التعامل المباشر ما بين الاهلي وبين الشركه المنظمه وبين الاتحاد الافريقي. لكن الاهلي كسب المباراه دي 4-0 الحقيقه، تالق فيها بشكل كبير محمد مجدي قفشه، جاب جولين منهم جول من تسديده رائعه جدا في الدقيقة 10، بعد كده كهربا من ركلة جزاء في الدقيقة 34، قفشة جاب التالت في الدقيقة 39، ثم كهربا في الدقيقة 62، عشان يبقى مجموع الأهلي في المباراتين 7-0 على حساب سان جورج عشان يتأهل إلى دوري المجموعات عن جدارة وعن استحقاق. وعايز أقول لكم إنه القرعة بتاعة دوري المجموعات هتكون إن شاء الله يوم الجمعة المقبل. كمان تأهل بيراميدز بفوز قوي جداً 6-1 على فريق الجيش الرواندي، كانت عادل 0-0 في المباراة الأولى، كسب 6-1 في المباراة الثانية أيضا يوم الجمعة. طبعا النجم المتألق مصطفى فتحي اللي شارك بالصدفة نتيجة إصابة إبراهيم عادل، كسر في الشظية، هيقعد شهرين على الأقل على بيرجع الملاعب، بنقول له ألف سلامة نجم كبير وموهوب صاعد بسرعة الصاروخ يعني. فشارك مصطفى فتحي، شارك مصطفى فتحي جاب 4 أجوال سوبر هاتريك من الستة، يعني جاب الجول الأولاني والجول الثالث والرابع والسادس وجولين بتوقيع مغربي. الكارتي جاب الجول الثاني لبيراميدز وليد الكارتي، ومحمد الشيبي جايب الجول الخامس أيضا، والجيش الرواندي جاب جول من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بأربع دقايق عشان يفوز فوز كبير جدا بيراميدز 6-1. كمان الزمالك مباراة زي ما بتقول كده دراماتيكية، وهذه المباراة وأحداثها وطريقة أحداثها وما قبلها وما هو خلالها ثم نهايتها خلت الفرحة فرحتين بالنسبة للزملكاوية، وده طبيعي لأن المباراة فعلا كانت صعبة جدا، تصعبت ثم في الدقائق الأخيرة اتفكت وقدر الزمالك يكسب. فالزمالك كسب هذه المباراة 4-1 ونجح ان هو يحقق انجاز كبير جدا جدا بتاهله دوري المجموعات. نفس الكلام النهارده مودرن فيوتشر بيكسب 4-1 ايضا بعد خسارته قدام الفريق البطل تنزانيا سنجيدا 1-0 في المباراه الاولى عشان يتاهل ايضا لدوري المجموعات. يبقى الفرق الاربعه بتوعنا تاهلوا لدوري المجموعات. هطلع فاصل ثم اقعد اتواصل مع حضراتكم. زي ما قلت لكم قبل الفاصل اصعب مباراتين كان الزمالك قدام ارتا سولار ومودرن فيوتشر قدام سنجيدا بطل تنزانيا،
والمباراتين بتوع الكونفدراليه الحقيقه، والفرقتين كانوا خسروا بره ارضهم، يعني الاهلي وبيراميدز في المباراه الاولى كان ده كسبان وده متعادل، لكن كانت الازمه للزمالك ومودرن فيوتشر الخساره في المباراه الاولى، الزمالك 2-0 ومودرن فيوتشر 1-0. الزمالك الحقيقه عمل ماتش نص الاولاني صعبه على نفسه جدا، بطريقه اللعب كانت غريبه جدا، لعب 3-3-4، تظهر كثافه هجوميه لكن بلا فعاليه، تمرير طويل كتير طول الوقت سهل مهمه المدافعين بتوع ارتا سولار. الشوط الثاني نزل يوسف اوباما الحقيقه بين الشوطين، قلب الماتش تماما وقدر انه يسجل جول. اول ما نزل على طول اوباما في الدقيقه 50، كان ارتا سولار تقدم في الدقيقه 16 هذا الهدف، يعني صدم الزملكاويه، قال لك خلاص هيبقى صعب جدا ان الزمالك يجيب 4 اجوال، لكن لما نزل يوسف اوباما بين الشوطين جاب جول في الدقيقه 50، وبعدين عمل تمريره ولا اروع ولا اجمل لشيكابالا عشان يحط بصمته تاني يوسف اوباما عشان يتقدم الزمالك 2-1، كان في الدقيقه 52، ثم احمد سيد زيزو المنقذ دائما في الدقيقه 75، ثم انهى حمزه المسلوسي الاهداف بهدف التاهل والصعود، كان في الدقيقه 89 قبل نهاية المباراة مباشرة عشان الزمالك يستطيع أن يتخطى هذه الأزمة. هي ليه أزمة؟ مباراة سهلة وفريق سهل، بس هو الموقف في الزمالك صعب، الظروف اللي فيها النادي والمستحقات المتأخرة والأزمة المالية واللجنة المؤقتة والانتخابات اللي إن شاء الله تفرز مجلس يستطيع قيادة النادي يوم 20 أكتوبر، حاجات كتيرة جدا. حتى محمود علاء كان في أزمة قبل التمرين اللي قبل المباراة، لكن الحمد لله عرفنا أنها اتحلت، كان استبعد واتقال أنه هيتمرن أسبوعين لوحده مع غرامة مالية كبيرة، لكن خلاص اتحلت، وزي ما قالوا كده أن محمود علاء الراجل هيكتفي بالغرامة المالية ويرجع يتمرن عادي ما فيش مشكلة، لكن استبعد طبعا من التشكيل. كمان بداية المباراة وطريقة اللعب والتشكيل كل مع الجول كمان اللي جابه أرتا سولار في أول ربع ساعة، كل ده صعبت الدنيا على نادي الزمالك، لكن روح الزملكاوية مع الجمهور بقى اللي لما تقول مين صاحب الانتصار رقم 1 و2 و3 و4 هو جمهور نادي الزمالك اللي كانت حناجرهم لا تتوقف على مدار المباراة لغاية آخر ثانية، لغاية ما قدر الزمالك انه يتخطى هذه العقبة الصعبة. كمان المباراة بتاعت سنجيدة بتاعت مودرن فيوتشر كانت مباراة صعبة جدا، كان خسران مودرن فيوتشر المباراة الأولى ثم تقدم بهدف بعد أحمد عاطف، بعد كده تعادلوا سنجيدة، بقت المهمة صعبة جدا لازم تجيب جولين. نجح مودرن فيوتشر رغم ان اطرد منه لعيب في الدقيقة 55 إلا انه نجح انه يجيب 3 أهداف في الشوط الثاني علشان خاطر يكسب المباراة 4-1 ويعزف سيمفونية في الكفاح وفي الروح القتالية، لأنك كمان مش بس كسبت، ده أنت كسبت ومطرود لك لعيب كمان في الشوط الثاني. احرز الاهداف احمد عاطف في الدقيقه 5، هم تعادلوا في الدقيقه 28، وبعدين احمد رفعت من بينالتي في الدقيقه 53، وبعدين عمر كمال عبد الواحد المتالق في الدقيقه 68، ثم ناصر ماهر احرز هدف في الاخر، يعني هدف الاطمئنان، هي 3-1 كانت تكفي، لكن ناصر ماهر بحرفنه الحقيقه قدر يجيب الجول في اخر ثواني، فكان الحكم حاسب 10 دقائق وقت ضايع في الشوط الثاني. ناصر ماهر اختتم الاهداف عشان تنتهي المباراه 4-1 ويتاهل مودرن فيوتشر. الحقيقة عندي أكتر من حاجة، ليه ملاحظة، يعني أنا عايز أتكلم على الجواب بتاع إمبي اللي راح اتحاد الكورة، ولأن هاخد منه حاجة ووضح في الدوري الإنجليزي حاجة تانية حصلت. يعني هو إمبي متحفظ على بعض الحاجات، ولا مانع إن في نادي يبدي تحفظه على حاجة، ممكن أبقى متحفظ على الجدول وترتيب مبارياتي مواعيد مباريات. انبي بيقول لك انا ماتشياتي بتتلعب الساعه 4 ليه، وعامل مقارنات كمان من بعض الانديه، في انديه بتلعب 4 ماتشات الساعه 4، وانديه بتلعب ماتشين بس الساعه 4، وانديه مش هتلعب الساعه 4، وانديه تلعب ماتش واحد الساعه 4، يعني هم عاملين مقارنات لو نشوفها كده يا شباب للفرق اللي بتلعب الساعه 4 عصرا. بيقول لك انا لعب ماتشين 4 عصرا، ده كمان في الحر وفي في عز الصيف اللي هو في شهر 9، حتى لو في انديه تلعب بعد كده الساعه 4، طب ما هو في شهر 10 وشهر 11 درجه الحراره بتقل شويه، لا عايز الجدول اللي فيه بتاع الساعه 4 اللي فيه ترتيب الانديه اللي بتلعب الساعه 4. قبل ما اروح للجواب، فهو بعت لاتحاد الكوره يستفسر ويفهم ما هو المانع ان نادي يقول يا جماعه انا في السوبر برضو ممكن انا اشارك في السوبر ممثل الكاس، يعني هو بيقول لك وعنده وجهه نظر، بيقول لك انا وصلت سيمي فاينل حتى لو الاهلي وبيراميدز هيشاركوا والزمالك موقوف سنه،
انا رابحهم في السيمي فاينال اشارك، خصوصا ان مفيش لاي حاجه لنا ولا حاجه اعتمدت مننا احنا كانديه ولا حاجه احنا شغالين على اساسها يعني. وجهه نظر اتحاد الكره ليه بيتعامل مع الموضوعات دي كانه يعني انديه تتخطى الخطوط الحمراء، وبكل ادب بعتيني الجوابات وبيقول له يا اتحاد الكره لو سمحت انت ليه كذا وكذا وكذا. تالت حاجه نادي انبي بعتها قال لهم انتوا بعتين لي في بدايه الموسم جوابين، انا بعت لكم قلت لكم لو سمحتوا انا عندي دوري قولوا لي اللعيبه الموقوفه مين واللعيبه اللي شغاله مين. فبعت اتحاد الكوره جوابين في نفس اليوم فيهم كلام مختلف عن التاني، فيهم جواب بيقول ان في لعيب موقوف مباراه، ثم جواب تاني في نفس اليوم بنفس التوقيع بنفس رقم الصادر بنفس كل حاجه بيقول ان في ثلاث لعيبه هم اللي موقوفين. فالناس بتقول لك طب انا في الجواب ده ولا الجواب ده، وعايز الام بي يبان لاتحاد الكوره ان في احيانا عشوائيه في ارسال الخطابات. فلما يطلع خطابين من اداره واحده في نفس اليوم برقم صادر واحد بتوقيع واحد بنفس اللعيبه بس باختلاف المعلومات، دي حاجه الحقيقه مثيره للدهشه في اتحاد كبير وعظيم زي الاتحاد المصري لكره القدم. لكن انبي دلوقتي الناس بتعامله على انه هو مارق وتخطى بيتخطى حدوده، رغم مثلا في الماتش بتاع ليفربول انا بقى باخد ده عشان اوريكم هناك كيف تتعامل الروابط والاتحادات مع الانديه بتاعتها. ماتش ليفربول وتوتنهام حصل فيه ازمه، هذه الازمه ان الحكم دياز جاب جول بتمريره سحريه من صلاح، الحكم قال لك اوف سايد، اللاين مان رفع، الحكم قال لك اوف سايد، الفار ما اعرفش عمل ايه الفار مع الحكم، بلا 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 كتير كده، المهم ما اتحسبتش. وبعد المباراه الدنيا اتقلبت في الاعلام ان الكوره جول 100%، صلاح عامل باص وجاب الجول سليم بتاع دياز الجناح بتاع ليفربول، وهذا هدف تسبب في خسارة ليفربول لنقطة على الأقل، يعني هو خسر 2-1 من توتنهام كانت هتبقى 2-2 على الأقل، ده هدف وهدف صحيح. طلعت لجنة الحكام بعد المباراة مباشرة هناك في إنجلترا واعترفت بصحة الهدف واعترفت بخطأ الحكام وقالت إن هي هتخاطب ليفربول عشان تعتذر له وتشرح له الموقف وتقول له فعلا في خطأ. رد يورجن كلوب قال لك مش فارق معايا الشرح او الاعتذار لان في الاخر مش هاخد النقط. قبل كده اما حصلت هل المتضرر خد ما خدش حاجه. كان ويلفرهامبتون اعتقد مع مانشستر يونايتد، ويلفرهامبتون برضو مانشستر خد حاجه مش يعني كسب المباراه عن دون وجه حق، فقال لك هو انا عملت ايه مع ويلفرهامبتون يعني. نفس الكلام ما هتعمله معايا ايه يعني؟ ما خلاص احنا خسرنا نقاط المباراه، ولو كانت عادل حتى خد النقطه كان بقى 17 نقطه في المركز الثاني زيه زي الارسنال زي الانديه اللي في المركز الثاني بعد مانشستر سيتي اللي خسر برضه امبارح وبقى 18 نقطه، وبعديه ليفربول في المركز الرابع ب 16 نقطه. لكن هناك الناس احترمت النادي. يعني اللي انا عايز اقارنه هناك الناس احترمت اللي قالت نادي ليفربول مارق. بالعكس الناس اعترفت بالخطا وقالت اه احنا غلطانين وهنعتذر لليفربول ونرجو انه يقبل اعتذارنا وهنشرح له الموقف. هنا التعامل مش كده، انا لازم السوبر لازم يكون فيه ممثل للكاس. طب انتوا الزمالك قلتوا مش هيشارك والاهلي وبيراميدز كده كده هيشاركوا كاول، طب انا ما شاركش ليه؟ خصوصا ان انا اللي مخرج مودرن فيوتشر من دور ال 16. وجهه نظر تانية في الاتحاد بتقول الكاس ما فيهوش ترتيب، الكاس فيه بطل لكن ما فيهوش ماشي يعني في الاخر دي وجهات نظر. يعني لماذا لا يفتح اتحاد الكوره قنوات الاتصالات مع الانديه، خصوصا ان في جوابات غلط بتطلع وفي حاجات غلط بتحصل. دي كانت حاجه كده لفته نظري حبيت اتكلم فيها. انتخابات نادي الزمالك الحقيقه بتسير بشكل ايجابي جدا، وبنتمنى طول الوقت انها تفرز المجلس الذي يستطيع فعلا أن يخدم نادي الزمالك وينتشله من عصرة صعبة جدا لمدة 4 سنوات قادمة. وعمر الزمالك ما هينتشل ولا الناس هتشتغل بقلب مش بوجاهة ولا بمنظرة، بقلب إلا أولاده المخلصين. وأنا دايما أقول كده نادي الزمالك أو النادي الأهلي
او النادي الاسماعيلي والنادي المصري ونادي الاتحاد السكندري ونادي غزل المحله وكل الانديه الجماهيريه دي لهم ابناء مخلصين اللي هم فعلا بيعشقوا النادي وتربوا في النادي ويموتوا عشان النادي، له ابنائه المخلصين. لذلك لما بتحصل حاجات ايجابيه احنا بنتكلم، واحنا فردين في برنامجنا الكثير من الفقرات في هذه الانتخابات حتى تستطيع الجمعيه العموميه ان يعني تاخذ الافكار السليمه او تتحصل على الافكار السليمه وتبني الصوره السليمه على كل المرشحين عشان يختاروا المجلس المناسب لاداره النادي. الساعات الاخيره شهدت حاجات ايجابيه لازم نتكلم عنها. ليه لازم نتكلم عنها؟ علشان خاطر احنا بنقول ايه؟ النادي لن يبنى الا بابنائه المخلصين. اللي هو انت بتقول انا مش عايز، مش مستني ابقى مسؤول في النادي او الانتخابات تجيبني عشان اساهم في النادي اذا كان عندي قدره المساهمه ولو باتخاذ قرار، مش لازم اساهم بس بفلوس، حتى بقرارات وفي توقيتات سليمه. علشان كده الازمات اللي موجود فيها بعض فرق النادي خاصه مثلا بالملابس، خاصه بحمامات السباحه، بحمامات الغطس، كل الكلام ده الحقيقه لما بدي النموذج بتاع الاستاذ هاني العتال انا بديه كنموذج ايجابي في هذه الانتخابات. والراجل لسه الانتخابات يوم 20 ونتائجها في علم الغيب عند ربنا سبحانه وتعالى، محدش يعرف. لكن الراجل يقدم طول الوقت كل ما بيروح مكان يشعر ان النادي بيحتاج له كفكر او كمساهمه ما بيتاخرش فورا. عشان كده الوقت هاني العتال بقى عنده مشكله، كل ما يمشي في النادي في حته الناس على طول تلجا له لانه بياخد القرار وهو واقف في ثانيه، في ساعتها بياخد القرار وبيعدل كل شيء طالما ايجابي لصالح النادي وابناء النادي. وعمل ده في قطاعات كتيرة جدا، في حمامات الغطس، في السباحة، في الجمباز، في الكاراتيه، في أزمة كرة اليد بتاعة القيد، حاجات كتيرة جدا الحقيقة اشتغل عليها يعني. ويمكن حتى في الغطس لما راح بص يمكن في حوار لو نشوفه الشباب حتى بيشغلين معانا قبل ما ننتقل للنقطة الإيجابية اللي جاية اللي كان بين هاني العتال، سمعوني كده، والناس في الغطس هو اتفاجئ. القعده دي موجوده، لا هو لازم بصوا اسمعوا كده، القعده دي هوريها لحضرتك موجوده، القعده دي حسيت كده القعده دي لا هي موجوده جوه، والبورد عنده، انت عندك البورد الثاني، البورد الثاني هفك ده واحطه عندي. طب هو جاب من ايه؟ هنجيب مستنجدين. انا بسمعكم جزء من الحوار مع الكباتن والمدربين واولياء الامور والناس اللي هناك اللي عندهم مشكله في اللي بيسموها ايه المكان اللي اللاعب بيقفز منه المنصات دي لاجل عشان يقوم بالقفزه بتاعه الغطس. فالحقيقه فوجئ الراجل، وبين راجل مرشح وبيروح كل مكان وبيقابل كل الناس، فوجئ انها متهالكه جدا. وروني كده صور يا جماعه وهي متهالكه عشان تشوفوا كانت عامله ازاي. هنا بقول لك القرار، وريني كده الصور، بص عامله ازاي، يعني بصوا كانت عامله ازاي. في صور تانية. فاخد القرار على طول، يمكن الخشب على طول اشتغل وادى اوردر فورا بتغيير المنصات بتاعه القفز بتاعه الغطس في احدث الورش المتخصصه في ده. انا بدي ده مثال ليه؟ عشان هروح لكم في كذا حاجه تاني دلوقتي. وانتقلت الاخشاب دي للنادي، ثم قام العمال هنشوفها دلوقتي برضه اهو بيغيروا كل المنصات القفز دي، الخشب اللي موجود كله، وكل ده لبناء الرياضي السليم لصالح نادي الزمالك والاعضاء نادي الزمالك، سواء انت بتمارس على سبيل الهوايه او الاحتراف، فانت تستطيع ان انت تمارس رياضتك بشكل ايجابي وتبقى بطل كبير لما تكون الادوات عندك كامله. عشان كده حريص هو دايما يشتغل على فكره تجهيز الملاعب والادوات لكل الرياضيين، زي كره الميه، الكوره والملابس بتاعت كره الميه، زي الجمباز وزي الكاراتيه والاطقم الكاراتيه، لانه ما ينفعش اللاعب يلعب وهو عنده ادوات ناقصه. ولغايه ما توصل للشكل النهائي، طبعا دي قبل التعديل يعني. وروني بقى الشكل النهائي بعد ما اتعدلت كل الحاجات اللي هي ده قبل طبعا التعديل، ده بقى الشكل النهائي لي. لو في صور تانية بعد التعديل، فبص بقى على احدث
شكل وطراز لمنصات الغطس اللي موجودة، اللي يقدر الرياضي اللي هي نادي الزمالك نادي كبير والرياضي بتاعه رياضي بطل الحقيقة. فالحقيقة دي من الحاجات الإيجابية جدا اللي احنا لازم نسمنها. بعد كده النهاردة بقى حصل حاجة، لان احنا عارفين انه هو قال قبل كده هاني العتال انه كل مكان مخصص للصرف على دعايته او اي حاجه يستطيع ان هو يعملها هيساهم مع نادي الزمالك فيها، بعيد عن ان انت تتخبني ولا ما تتخبنيش. وقال كده لكل الاعضاء في كل حته وفي الميديا واي حد بيساله هذا الكلام. فهذا نموذج لازم كل المرشحين الساده المرشحين تبقى عارفه، يعني سواء كانوا رجال اعمال عظماء جدا بسم الله ما شاء الله يعني المفترض يعني، والناس بتتعامل يعني انه في ناس ممكن تدخل من رجال اعمال تفرق جدا مع النادي، وفي ناس موجوده تقدر تبقى بافكارها وبقراراتها الاداريه، مش لازم يساهم يعني. انا هوريكم كان في ازمه ضخمه جدا في نادي الزمالك اسمها ملابس قطاعات الالعاب الجماعيه. انا عن نفسي فوجئت بيها، يعني انه الزمالك بيلبس الكوره والفريق الاول في الالعاب اللي هي الباسكت والفولي وكره اليد او السله يعني والطايره وكره اليد، الفريق الاول بس اللي بيلبس من الشركه اللي هي بتلبس نادي الزمالك. حصل ايه النهارده؟ حصل اتفاق وانه باقي القطاعات اللي هو البنات والناشئات والناشئين ومدارس اللعبه وكل قطاع بقى والمرتبط وكل الناس بقى ولاد وبنات وسيدات كله 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 بيلبس اي حاجه. وان النادي لازم يشتري لهم الحاجات دي، وانه الاتفاق مع الشركه اللي بتاعت الملابس بس الفرق الاولى اللي هو الفيرست تيم فقط. بقى شوف بقى تخيل مثلا كره اليد فيها كام فريق تحت الفريق الاول؟ ما بين ولاد وبنات فوق ال 35 فريق. مثلا كره السله كم فريق تحت الفريق الاول؟ ناشئين تحت 12 و13 و14 و15 و16 و18 كل الكلام ده. فريق كره اليد، فرق كره الطايره قد ايه؟ الناس دي قد ايه؟ علشان كده الحقيقه الراجل فورا راح للشركه نفسها اللي بتلبس نادي الزمالك عشان كل الناس في قطاع الناشئين تلبس نفس اللي بيلبسه الفيرست تيم، لانه لا يليق على رياضي او لاعب او لاعبه في نادي الزمالك حتى لو ناشئ، حتى لو ناشئه في المراحل المختلفه، ان يلبس طقم مختلف عن الفريق الاول. الزي ده ثابت لكل الرياضيين، معروف النادي اللي بيلبس هو الشكل ده. فالراجل راح اتفق الحقيقه مع الشركه في اطقم ملابس للقطاعات الثلاثه بكل فرقها. تخيلوا بقى حجم الملابس وكم الملابس. ادي ال الحقيقه نزل البيان تحت عنوان دايما مع بعض. دايما مع بعض ده يعني انا دايما بقول النادي غني بابنائه المخلصين، ان انت بتساعد ناديك اللي انت منه وهو منك، انت حته منه اصلا. فالحقيقه في اطار توجيه ميزانيه الحمله الانتخابيه لدعم نادي الزمالك والمسمى في حل مشاكله الماديه، اعلن ده على صفحته طبعا السيد هاني العتال، اعلن المساهمه في حل ازمه ملابس الفرق الرياضيه في كره السله واليد والطايره، ايمانا منا بان الزمالك يمر بمرحله دقيقه وصعبه للغايه تحتاج الى العمل والتكاتف والبحث عن حلول سريعه وعمليه قابله للتنفيذ لانهاء الازمات التي يتسبب عدم التدخل العاجل لحلها في تضخمها لدرجه يصعب معها حلها فيما بعد. وهذا النهج نختاره بعيدا عن الوعود البراقة التي لا طائل منها لرفع شعار أفعال لا أقوال. لدينا قناعة تامة بأن الزمالك يحتاج إلى أصحاب فكر ورؤية لتقديم حلول غير تقليدية، بالإضافة إلى أصحاب رأي وقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب. كمان آدي الصورة اللي هو مع الناس في توقيع العقد، وهو لابس وهو ماسك التيشيرتات طبعا باللونين كمان، اللي هو اللي جوه النادي لما بتلعب على ارضك او خارج ارضك، فلازم اللون الاساسي الابيض واللون الاحتياطي اللي هو الازرق، نفس الماركه ونفس الشكل ونفس اللوجوهات ونفس كل حاجه اللي بيلبسها الحقيقه الفريق الاول سواء كوره او كل حاجه. ولكل القطاعات زي ما احنا شايفين اهو في بتاريخ 1 اكتوبر الشركه نفسها بعته للنادي بتتكلم على التعاقد على اطقم المباريات لقطاعات كره السله وكره الطائره وكره اليد بالكامل. الحقيقه قصدت ان انا اوضح النقطه دي
عشان خاطر يبقى ده النموذج يجب على الناس تشتغل بيه. مش لازم اكون عضو مجلس اداره، مش لازم اكون مسؤول، لان الزمالك لن يبنى الا بابنائه ايه؟ المخلصين. ناس هتشتتك الناحيه دي، ناس هتحاول تخليك تشكك في فلان، في علان، هتحاول تجرجرك كلام انشائي، كلام نظري كتير، حواديت. في الاخر لن يصحو ولا ينمو نادي الزمالك ويعود لمكانته الطبيعيه الا بولاده اللي عارفين يعني ايه مكانته دي، ويعني ايه اسمه، ويعني ايه الايمج بتاعته، ويعني ايه احتياجاته في الفتره الجايه. وفي نفس الاطار ده برضو عايز اقول حاجه، ان برضو حصل نوع من التبرع، هو اطلق عليه الاستاذ هشام نصر تبرع، وجه رسالة او خطاب الى السيد احمد الوطن اللي هو المدير المالي لنادي الزمالك وعضو لجنة الثلاثية، اتكلم فيه قال ان هو بيتبرع الكابتن هشام نصر مع الاستاذ احمد خالد حسنين ومرشحين ايضا في الانتخابات بمبلغ وقدره 1,000,000 جنيه مصري لسداد باقي مستحقات قطاع السباحه عن الشهور المتاخره بالنادي وعددها 9 اشهر للاجهزه الفنيه والمدربين، على ان تصدر الموافقه لصالح القائمه الموحده لانتخابات نادي الزمالك التالي اسمائهم. يعني في الاخر شيء ايجابي، يعني مع ان لفظ تبرع يعني مساهمه، يعني اتمنى تكون اسمها مساهمات مش تبرعات، لكن في الاخر احنا نثمن مثل هذه الجهود، انه نادي الزمالك ابناؤه يستطيعون مساعدته قبل او من غير حتى ما تتقلد في منصب. ودي اللازم، الشكل اللي لازم يكون عليه نادي الزمالك والانديه الكبيره طول الوقت، ان الناس اللي تقدر تخدم. مش لازم اكون على الكرسي عشان اخدم، مش لازم اكون على الكرسي عشان افكر للنادي في حاجه، مش لازم اكون على الكرسي عشان اتفاوض للنادي في حاجه، مش لازم اكون على الكرسي عشان انجح مع النادي في حاجه. فالحقيقه كان مهم جدا نتكلم على القصه دي، لانه احنا خلاص احنا في الايام الاخيره للانتخابات ان شاء الله يوم 20 اكتوبر، ويستطيع نادي الزمالك اختيار جمعيته العموميه ان تختار المجلس المناسب لقيادته في السنوات الاربعه المقبله. هطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هنلتقي بمحللينا الكابتن سيد معوض والزميل العزيز الناقد الرياضي الاستاذ احمد الخضري. اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في الفقره الثانيه في حلقه اليوم نجومنا كابتن سيد معوض. يا مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. بقول لك الفرحه مش فرحتين باربعه الاسبوع ده عشان الماتشات، الاربع فرق اتاهلوا. لو هنفرح عشان دور ال 32 يبقى يعني على الكره المصريه السلامي. لا هو فرحه الفوز، يعني مش فرحه ان هو يعني انتصار عظيم، لكن انت ما فرقتك بتكسب كويس، الناس تبقى مبسوطه. لا طبعا انا بكسب كويس، بس في الاول والاخر ده دور الجمهور اللي بيتفرج بيبقى مبسوط ان الاهلي يكسب 7 اجوال في الماتشين اللي الزمالك عدى. الاربع فرق اللي انت لعبتهم لو عملوا فرقه واحده مش هيكسبوا حد من الدوري المصري كله. استاذ احمد الخضري. استاذ شبان، ازيك؟ منور. وكابتن سيد منور، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله تمام؟ كله تمام. عدى الزمالك، خد بالك انا راهنت عبد الجليل. عبد الجليل قال ايه؟ عبد الجليل قال اصله يعني عبد الجليل توقعاته بقت العكس. انا قلت له الزمالك هيجيب 4. لا هو لازم يطلع يذبح. انا توقعت له توقعين الاسبوع ده. لا عبد الجليل كان الاول شغال، الله ينور. هو لازم يذبح اتضرب في اولا. انا راهنته ان كريم الدبيس هيشارك من اول الماتش، قال لي مستحيل، في اتنين مش هيغيرهم كولر، الشناوي وعلي معلول. قلت له لا كريم الدبيس. قال لي لا لو حصل، ولا لو حصل يبقى انت الراجل ده. بص بقى انت بخاوي، انت مصادرك قوي في النادي الاهلي يا استاذ جمال. وفي الزمالك. انا قلت له في الزمالك هيلعب باتنين رؤوس حرب. لا ما انا في لا وراهنته في الزمالك هيلعب بناصر منسي وبسيف الدين الجزيري، وقلت له كمان انه الزمالك هيجيب 4 اجوال. وحتى ممكن ما يبقاش مصادر، يبقى ممكن رؤيه. لا يا فندم. لا انت لا يا فندم مصادر. لا ما المصادر بتجيب لك ايه؟ بتنقل لك التمرين. دايما التمرين الاخير اللي قبل الماتش بيبين ملامح التشكيل وملامح فكر الراجل ايه، بينفذه في اخر التمرين يعني. فقال لي مستحيل. قلت له الزمالك هيجيب 4 اجوال. قال طب ارتا سولار لو جاب جول؟ قلت له برضه الزمالك يعدي ب 4-1. فانا مستني الحلقه بتاعته. لا يعني انا قاعد مستنيه للحلقه بتاعته.
طبعا بليغ مقروس من الرهانات فما نطقش. وحشتنا العزومات وحشانا والله. هو ما بيجيبش حاجه. العزومات وحشانا. بيخسر وفي الاخر ما فهترهنوا ليه؟ هتضيع وقتك. عايزين نرجع للرهانات تاني مع الشباب. تنفيذ الرهانات. تنفيذ. لا ما انت نفذت بصراحه. انا اللي بنفذ. انت نفذت بقولك نفذت. بليغ اللي بينفذ. لا انت نفذت. طيب بعيد عن ان الفرق اكيد الفرق المصريه اقوى منها بكتير، بس في مباريات تأزمت له ظرف او لاخر، يعني ماتش الزمالك ظروف النادي وظروف الفرقه والمدرب وطريقه تفكيره الغريبه جدا، ماتش مودرن فيوتشر مثلا يعني انت كنت خسران اول ماتش وبعدين جه في الجول تعادل وبعدين اتطرد لك اللعيب في الدقيقه 55، برضو احداث الماتش برضو ممكن تتأزم منك، لكن قدروا ان دول ماتشين صعبين، اما الاهلي كسب بسهوله وبيراميدز كسب بسهوله. يعني هنقول مثلا اول حاجه النادي الاهلي، النادي الاهلي حقق مكاسب كويسه بس في الاول والاخر انت الفرقه بتلعب ماتشين متواضعه جدا، فرقه متواضعه وبتلعب ماتشين في ملعبك يعني. فهم حتى ما تاخد يعني ما تغير الفرقه كلها، احنا اتكلمنا قبل الماتش قلت لو اي حد في قائمه النادي الاهلي لعب الموضوع سهل، الموضوع ما فيهوش حاجه، فدي نقطه عشان كده واجرب الماتش التاني كتير. فرقه اول مره تلعب دوري الابطال وبتلعب ماتشين هنا فالامور سهله جدا. هتيجي على بعد كده بيراميدز، طبعا ماتش هناك ممكن توقيته والجو والكلام ده اللي فرق معاه، بس بيراميدز هناك كان ممكن يكسب الماتش اللي هنا. الدنيا سهله يعني، الحسنه الكبيره في المباراه مصطفى فتحي ما كانش اساسي. مصطفى لعب مكان ابراهيم. ابراهيم عادل سلام عليه ان شاء الله يرجع ويرجع ان شاء الله شهرين كويس. ان شاء الله يرجع كويس الله. بس لولا ابراهيم عادل اتصاب ونزل مصطفى سوبر هاتريك. يعني مصطفى، بس مصطفى بقى له فتره بيقدم مستويات كبيره جدا سواء مع بيراميدز او مع المنتخب. والغريب انه ما يبداش. لا بس الراجل عنده يعني ابراهيم عادل ومصطفى يعني ممكن الامور عادي، ودي ماتشات كلها انا بشوفها سهله يعني ممكن تغير اي حد، ممكن تلعب يعني. تلعب براحتك يعني، واللي عايز تريحه تريحه. فبيراميدز الامور كانت سهله. تيجي بعد كده هنيجي على نادي الزمالك. نادي الزمالك دليل ان كل الظروف اللي انت قلتها دي اللي بتقول ان هي صعبت الماتش، انا بشوفها ان هي يعني دليل ان الفرقه اللي بيلعبها نادي الزمالك ضعيفه جدا. يعني شوف الاربع تجوان بتوع نادي الزمالك، شوف الجون الاخير بتاع المسلوسي. كام لعيب من ارتا سولار واقف جوه 18 او جوه 6 يارد، مفيش حد ماسك حد، مالهمش علاقة أصلا بالكورة، يعني كل واحد درجة في ثلاث أربع لعيبة من نادي الزمالك هم فري أصلا، يعني جوه السكس ياردة وثلاث أربع لعيبة فري، فده دليل إن هي فرقة ضعيفة جدا، أنت المشكلة عندك أنت، بس أنت الراجل بيفتي إفتاءات كتيرة جدا وبيعمل الماتش اللي عايز يلعب بفرود واحد وتفتح مساحات على الجناب يلعب بفرودين ويقفل الملعب. الفرقه عايز تظبط الديفنس بتاعك يروح لاعب مفتوح وسايب مساحات كبيره جدا، فهو عنده لا في حاجات غريبه. انما فرق روح اللعيبه وفرق الجمهور بصراحة. الجمهور بص الاهلي والزمالك بالذات في افريقيا اللي بيفرق معاهم الجمهور، وجود الجمهور في الملعب هيكسبك اي فرقه بتلعبها وخصوصا الفرق الافريقيه، يعني سيبك فرق شمال افريقيا خليها على جنب، انما الفرق الافريقيه وفي الدور ده بالذات اي حد هينزل الملعب هيكسب. طب مودرن فيوتشر الماتش كان صعب. ماتش اتصعب شويه لان الشوط الاولاني خلص وانت متعادل 1-1 وبعد كده الطرد، بس انا يعني برضو ايه انت اللي صعبته على نفسك، يعني تشوف الجون مثلا اللي دخل في فيوتشر عمر كمال راح يقطع الكوره الهجمه الوحيده. هي ما فيش حاجه غيرها. وبعدين انت عمال ده فرقه اللي بتلعب فيوتشر حلو يعني. الجون حلو بصراحه، هو شالها الحقيقه جنش لكن تاني بدماغه جت على الفرقه اللي بتلعب فيوتشر بتلعب من الدقيقه 5 بتلعب على الاوفسايد. يعني احمد عاطف مثلا انا اقول لك حاجه، هو طلع تسلل مثلا النهارده 10 مرات وضربوا 10 مرات. فتخيل فرقه بتلعب من اول 5 دقائق بتلعب على التسلل، يعني ده نتيجه او ده يدي لك انطباع ان الفرق دي كلها فنيا لا اقل بكتير يعني. فانا شايف جول ناصر ماهر في اخر دقيقه ده ضرب الاوفسايد. شفت جول ناصر ماهر؟ طبعا. طب خضري ماتش الزمالك. طيب قبل ماتش الزمالك طبعا الاول برضو ما دام جت من الصيف مصطفى فتحي لازم نقول ونسال 100 مره مين اللي مشى مصطفى فتحي من الزمالك؟ اللي مشى مصطفى فتحي واللي مشى طارق حامد واللي لا مصطفى فتحي تحديدا، ما هو اللي مشى مصطفى فتحي هو اللي مشى مصطفى حامد هو اللي مشى ابو جبل. محمود علاء كان مشي برضو لكن ابو جبل مشي لظروف، لكن مصطفى فتحي كان عايز يقعد في الزمالك. انا بدي اصل ليه جماهير الزمالك، مصطفى فتحي كان عايز يقعد وكان مصر يعني يقعد، مش عايز يمشي يروح التعاون، مش عايز يمشي ولا عايز يروح هنا ولا يروح هنا، اضطروه ان هو يمشي. وكل مره هتيجي مصطفى فتحي هيجيب جون هقول هحكي القصه واقول تاني، عشان لعيب زي مصطفى فتحي يملك الحلول وكتير قوي من الحلول
ما ينفعش يمشي بفرقه بحجم الزمالك. والزمالك في احتياج كبير للنجوم لو موجود في ماتش زي ده هيقدم لك كل حاجه. ماتش السولار يعني طبعا الزمالك صعب على نفسه، صعبها قوي قوي على نفسه، وخصوصا اسوريو وتاليفات اسوريو. هو الراجل لعب بطريقه غريبه جدا. لا هو مش غريبه، هو بيالف، هو مصنع. انت عارف هو بيفكرني بايه؟ عارف انت بتكون مثلا انت راجل ناوي تدخل ادبي، انت عارف في ثاني سنه كده مدرس علوم ولا في كليه علوم عمال يشرح حاجه كده فيزياء وانت مش فاهم حاجه خالص. هو راجل عبقري بس حتته واللعيبه ادبي، يعني فاهم قصدي؟ قسم ادبي هو بيشرح علم. بس انا ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. يعني هو لعب ثلاثه ورا وثلاثه في نص الملعب واربعه قدام يا بقى فندم؟ انا بقول لك واحده واحده. ما انا بقول لك طيب الشوط الاولاني الاربعه اللي قدام اثنين فراوده كابتن سيد وشيكابالا ناحيه اليمين ومصطفى شلبي ناحيه الشمال، وتحتيهم بيلعب بدونجا وعمر جابر وزيزو عشان يزيد، وبثلاثه سرد باكات. الثلاثه سرد باكات اساسا مش سرد باكات، يعني ثلاثه سرد باكات اصلا. لعب فتوح ففقدوا على الطرف، ولعب بالزناري كان بيلعب باك رايت، يعني هو دايما اللي دخل المسلوسي جوه هو مش مقتنع بالزناري. سيدي سيبك من دي. ولعب المسلوس. لا فانت عمال تفقد. لا يا حاجات. اهم حاجه الناصر منسي والجزيري. انت بتهزر يعني كابتن سيد؟ اكيد ادرى من القصه دي انك بيلعب اثنين راس حرب اول مره يلعبوا مع بعض فلات كده خالص. حتى اول مره يضيعوا الدنيا. ما ممكن اول مره بس أيوة انت تبقى طريقه لعبك ايوه تغذيهم. ايوه انت قاعد تلعب تمريرات طوليه طول الماتش. هو طريقه لعبه بدا يعمل اوفرات اما خرجهم. ايوه لما خرجوا. انت عارف الزمالك عمل كام فوق؟ اوفرات بتيجي للنادي يا كابتن. بتيجي يعني انت عارف الزمالك عمل كام اوفر بعد ما خرجوا؟ فوق ال 20 اوفر. طب انا شايف انه ناصر منسي مظلوم والجزيري مظلوم. هو غير ده. انت الشوط الاولاني كله ما لعبتلهمش كوره. بص ده الراجل ده لازم يمشي. امر بس خد بالك عشان بس ايه امر دي مساله المجلس المنتخب. يا فندم انا ماليش دعوه بمجلس المنتخب. المجلس وانا بقول لك اللجنه دي هتقدر تمشي بس ده خلاص. لا تقدر بس في الاخر ما تقدرش تحمل المسؤوليه دي. انا اقول لسيادتك ليه يا فندم؟ اسمعني بس. اسمعني انت ممكن تسمع وجهه نظري. انت ممكن تسمع وجهه نظري. انت لغايه شهر اكتوبر في نهايه الزمالك عن ثلاث ماتشات. لا كده الزمالك اهو. ايوه هو ماتش 7 اكتوبر بس لغايه الانتخابات. طيب فهو ففي الاخر هيمشي يعني هيمشي. ما عشان بقول لك هو انت استنى لما الدوري يخلص لا يمشي. لا يعني قصدي من المنطق ان انا اسيب القرار ما خلاص هيقعد. لكن انت عندك البنك الاهلي يوم 7 بعد كده لا الزمالك وسبعه 21 يا فندم. ما عندكش البنك الاهلي لغايه الانتخابات. انت ماتش واحد. فايه اللي ايه الداعي النهارده؟ انا ما قلتش يمشي دلوقتي يا فندم. انا قلت المجلس اللي هيمشيه. لكن انت شايف ان هو ما ينفعش يكمل. اللجنه لا تملك ان هو يمشي. بس لو كان خسر امبارح كان هيمشي. كان هيجيبوا اي فتوى ان اللجنه من حقها تمشي. بس انت شايف انه كده ما ينفعش يكمل. لا هي من اللعيبه شخصيته مش قويه. خد وقته قوي. ما انا دلوقتي كابتن اقول اصل اسبوع اصل اول شهر بقاله شهرين. طب قدرات اللعيبه قدرات بس الله ينور عليك. طب ما سيبني اجاوب. نبي سيبني اجاوب. هي قدرات اللعيبه حلو. في قدرات لعيبه كبيره. لا انت عندك اللي هو بالنسبه اللي احنا مصرين الدوري المصري مش انت مش الدوري السعودي ولا الدوري الانجليزي يعني الدوري برضه يعني دوري معقول. حتى في افريقيا لا انا بقول على الدوري المصري. سبع لعيبه تقيله. انت عندك كام لعيبه يقدروا يسندوا؟ فانت عايز مدرب يفهم الامكانيات اللعيبه اللي عندك. انت في موال تاني خالص. هو بيشغل في فكر تاني خالص. زي بقول لك عمال يشرح اي حاجه تانية وانت اللعيبه مش فاهمه. اللعيبه في موال تاني. فالراجل ده من سبع مستحقات انه يكمل الموسم. ده امر منتهي. انت اللعيبه اللي صعبتها على نفسها كان من الصعب. طريقه اللعبه غلط الشوط الاولاني. ما مش فاهمين هم بيعملوا ايه. كان من الصعب ومن العار ان الزمالك يخرج من دور زي ده ومن فرقه في المستوى ده. كانتش ينفع جدا. فاللعيبه دفعت عن الكيان. معاها جمهور عظيم. معاها بالدم بالروح. معاها فرقه متواضعه. الفرقه دي لو فيها اثنين لعيبه بيعرفوا يلعبوا كوره كان الزمالك كانوا صعبوا الزمالك. والزمالك لو لعب صح من البدايه كان خلص 7. الشوط الاولاني كان خلص 5. لو لعب صح. بس الشوط الثاني على فكره الزمالك مضيع 4-5 جوان غير الاربعه اللي جم. لو انت يعني كنت متابع يعني. ايوه ما احنا متفقين ان الفرقه متواضعه. ايوه مش الفرقه دي. لا اصل انا شايف فرحه مبالغه فيها من الجماهير. مش الفرحه ليه؟ ان السيناريو الدراماتيكي اللي انت قلت عليه ومش مبالغه. بص انا في رايي شفت انا بعت لك انا فيديو الناس هتتجنن من الفرحه. مجانين من الفرحه. سبب الفرحه زي ما انت قلت طبعا ان الماتش دراماتيكي. السيناريو بتاعه صعب جدا. قبل الماتش الزمالك خسر 2-0. احساس الناس كمان ببدايه الماتش غريبه ويعني الراجل صعبها زي ما انت بتقول. مفيش هجمه الشوط الاولاني. تخيل هجمه واحده الشوط الاولاني 45 دقيقه حاجه يجي في الجول. لا فاي حد قاعد هيقول ايه الزمالك خرج يعني. لا بس يعني مع الفرقه دي امكانيات الفرقه المتواضعه. لا بقول لك سيناريو الشوط الاولاني ماشي حتى مع ده ان اللعيبه مش في حالتها. الراجل في 20 دقيقه جبت كل جوالك عادي.
يعني الفرقه دي ما لما عمل لما نزل يوسف اوباما والشغل لا وحتى لو مجرد لعيبه حتى في لعيبه بدات المباراه وما غيرتش مجرد بس ان هي مستواها عالي 10% فانت خلاص بقيت كويس والفرقه الثانيه مساعداك فهي النقطه نقطتي مع الراجل ده في حاجه واحده بس ان انت عندك اصرار رهيب كل ماتش ان انت تعمل حاجه مختلفه فانت التكمله باللعيبه دي يعني كل مره وبتعمل حاجه ما تناسبش امكانيات لعيبتك هي دي المشكله الكبيره فانت اللعيبه دي مكمله معاك وانت هتكمل بنفس الوضع انت هتخسر من اي حد خلي بالك الكونفدراليه بطوله مش اقوى من دوري الابطال فانت يعني باي مدرب باي لعيبه هتوصل قبل النهائي لا سيبك من تكسبها يعني ممكن في الاخر بس هتلعب ايه فرقه من المغرب فرقه فيوتشر كمل فماتش هيبقى صعب شويه انما هي النقطه ان انت مش هتلعب حد لحد قبل النهائي حتى في دوري المجموعات هتلاقي فرق كلها سهله جدا يعني. فانت بس انت كمدرب بقى لازم يبقى فيه فكره معينه العب بطريقه تناسب امكانيات لعيبتك مش كل ماتش هنقول كده مش كل انت بقالك كم ماتش ماسك الفرقه تعديت حوالي 15 ماتش او ده من الموسم اللي فات يعني 10 ماتشات اكتر من 10 ماتشات اكتر من 10 ماتشات ولعبت بطوله عربيه ولعبت ماتشات كتيره جدا وبرده نفس الاخطاء هي ايه المشكله لما يبقى عندك خطا مكرر اللي هو ايه كل ماتش احنا بنقول عليه حاجه واحده بس طريقه اللعب مش مناسبه للعيبه كل ماتش كده طب هتفضل كل ماتش كده طيب ليك راي في ماتش الاهلي لا طبعا مشاركه كريم الدبيس ده طبيعي يمكن انا كنت بتكلم مع الكابتن سيد ان هو معلول وصل من الـ 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 السن والاجهاد انه ما قدرش يلعب كل ماتش وده ذكاء من المدرب المفروض الماتشات السهله يديله بقى ويريحه شويه ده يلعب شويه وده شويه وهو عنده قناعه كبيره جدا بالدبيس كولر فطبيعي ان هو يلعب لكن الماتشات سهله خصوصا الماتشين هنا الماتش يعني ما احنا اتلخبطنا الماتش الاولاني في اديس ابابا ولا الثاني هنا ولا يعني ماتشات صعبه استاد القاهره في اديس ابابا ايوه استاد القاهره في اديس ابابا فماتشات سهله وطبيعيه جدا ان اي مجموعه من اللعيبه خد بالك علي معلول داخل على معمعه كان عنده ماتش ام بي سي بفاينل كيس يوم الاربعاء وبعدين الاسماعيلي اعتقد يوم الاحد بعدها باربع ايام يوم 8 وبعدين التوقف عنده ماتشين مع منتخب تونس في شرق اسيا في اليابان معرفش فين وبعد كده يرجع يوم 18 جري على تنزانيا عشان ماتش يوم 20 افتتاح سيمبا التنزاني طيب ما فرقه بحجم لازم يكون معاه مش معلول بس تعتمد على لعيب واحد مش هتقف نادي بحجم النادي الاهلي مش هيقف على لعيب فلازم يبقى فيه يدي فرصه لازم الاهلي في يناير هيجيب باك ليفت ومساك ده امره منتهي واعتقد ان في اتفاق عليه يعني هو قعد يركزوا مع المهاجم باك ليفت في يناير هو لو كريم خد عدد ماتشات لو خد خلي بالك انت هتجيب مين ما فيش حد هتجيب مين موجود ما فيش حد يعني يقصد مين احسن هيبقى من كريم يعني ما لو خد الا لو جبت من بره ما هو لو خد ما انت كان في لعيبه في الاهلي برضو شرف ولا شكري في سيراميكا قريبين من دبيس بس هو الا لو جبت من بره بقى صغير لا تحت السن حاجه تانية بقى تحت السن يبقى زي ما فيش من بره بقى هو من هنا بس انا شايف ان مفيش حد في مصر يعني يعني اقصد زي محمد كريستو ده مثلا يبقى تحت السن طب انت بتلاعب كريستو اصلا عشان هتجيب واحد تحت السن لا يا ناقص انت ما عندكش حق غير كريم الدبيس لان ما عندكش تحت السن دي اثبتت فشلها مين تحت السن جه ولعب انت ما عندكش المبدا ده ومش هتعمله لا انا اقصد ان مفيش حد هنا احسن خلاص من يعني انت زي ما انتوا بتقولوا كريم الدبيس يعني لو اتجت المطروح في السوق المصري الدبيس موجود لا هو كريم انسب واحد لعدد الماتشات اللي هيلعبها هو مش هيلعب ماتشات كتيره الماتشات اللي عالي فيها انا اقصد ما ينفعش تجيب محترف فوق السن انت عندك الخمسه مقفولين فالحل يا اما الدبيس بيكمل معاك بنفس الطريقه دي او تجيب تحت السن لكن فوق السن مقفوله لا خلاص يعني ده اللي اقصده وخد بالك كوكا بيلعب برده الناحيه دي متهيألي كوكا بيلعب لا وسهل ما انت يعني اصلا عندك طرح التالت كمان يعني برضه خالد عبد الفتاح ما انت ممكن تلعبه عادي بس مش عدلته لكن كوكا ماشي بس انا قصدي يعني في ماتشات كده يعني اقول لك على حاجه ماتشات افريقيا اللي بره ملعب انت عادي ممكن تلعب سيرد باك تالت في الناحيه دي اوكي يعني تقفل الموضوع عادي جدا تمام طيب اخبار الانتخابات ايه انا شايف النهارده انا شايفك انت متالق في الانتخابات لا انا شفت النهارده حاجه وانا طيب. حتى قبل ما انتوا تدخلوا طيب. اتكلمت فيها وعايز اخد رايك برضو انه انا شفت المساهمات اللي عاملها هادي العتال وانا كمان بتفاجئ الحقيقه والله العظيم زي اعضاء كمال هومي بان حاجات فعلا ايجابيه ومحتاجه النادي فعلا يعني عشان تجيب اطقم ملابس يا كابتن سيد لقطاع اليد كله وقطاع السله كله وقطاع الطايره كله وبعدين لما اسال الاقي ان الولاد
والبنات والناشئين والناشئات والمرتبط ما بيلبسش فانيلة النادي بقى من 3 سنين بحيح. يعني اللي بيلبس فانيلة النادي بس الفريق الاول فتخيل انت بتلبس شكل والفريق الاول بيلبس شكل في كل وقت تحت 12 و13 و15 و16 و18 فدي مشكله. فالراجل وهو بيمر وبيلف اتفاجئ بال ما انا بنت بتلعب في فديه في الباسكت فانا يعني هتاخد طقم الخضره ده حاجه خبر كويس تقولي بتاعت الاطقم دي يا شباب خبر جميل. لا ما هو لا قطاع الناشئين من قطاعات الناشئين والغير الكبار كمان بتعاني من فتره هي الفكره من الاصل وكان اولياء الامور بيجمعوا من بعض يشتروا لبس الاسبوع اللي فات مجمعين واخدين فلوس ده كما هو ليه امر الخضره بيتكلم كولي امر. انا عايز اسال سؤال بجد والله معلش يعني طب الكلام ده كان فين؟ يعني ما هو من دي مشاكل سنين. مشاكل على فكره كل تراكمات تراكمات وللامانه الناس اتصدمت يعني اقول لك على حاجه يعني ده اللبس اهو انت بتتكلم في مئات الاطقم يعني سيبك من هم بكام لكن انت حليت مشكله فوريه. هوريك كمان مثلا حمام السباحه بتاع الغطس يا خضري هتقول يا جماعه صوره قبل وصوره بعد مش هتصدق شفتها انا شفت القبل طبعا لا ما انا في النادي على طول وشايف المعاناه بس هي الفكره المبدا نفسه والفكره ان انت بص ده قبل بص يا كابتن سيد لا انا عايز صوره يا جماعه اللي هو قبل بص كان عامل ازاي ده منصه القفز بتاعه لصناعه بطل في الغطس في نادي الزمالك تخيل هتقولي بقى الصوره اللي بعد طبعا كل ده طب انت بتلف كمرشح بتتفاجئ طيب بحاجات ما انا بقول لك الفكره بص في 24 ساعه بص الورش اشتغلت واتغيرت بهذا الشكل فده نموذج ان انت مش لازم تكون عضو مجلس اداره ولا انت مستني الكرسي ولا انت مستني نرجع للفكره من الاول ان انت بتوجه الحمله بتاعتك او الحمله الدعائيه بدل الدعايه والكلام ده مظمه للنادي حاجه هو ده اللي معدي الحمل يعني ما طبعا لا يعني انا قصدي ايه الفكره نفسها ان انت بتركز بقى جوه النادي وعلى قطاع الكوره وعلى قطاع السباحه وعلى قطاع الجمباز ولا دي حلوه وحتى الباقي المرشحين اما حتى مش هيبقى بنفس القدر بس يحظوا نفس الحظ كويس انا نفسي ده كويس يعني كويس انا نسمع رجال اعمال رجال اعمال زي ما قلت لك ان لا ما هو بان في قصه ما انا رجال الاعمال رجال الاعمال بيحضروا ماتشات ببلاش ازاي يعني ماتش امبارح عندي كشف ابعته لك يعني ببلاش عندي كشف بتاع حضور المدرجات المقصوره امبارح مقصوره المقصوره ماتش الزمالك وارتا سولا اوكي ناس كتير قوي المرشحين بيجيب واحد صاحبه معاه وهو بينفعل ساعه الجون يصوره ويقعد ينفعل كده وينزلها على السوشيال انا ما بهزرش وينزل على السوشيال هبعت لك انا الكشف يعني ببلاش مش فاهم يعني يا فندم هو مش الصوره دي بتذاكر ولا اللي معدي يخش طب ودخلوا ازاي؟ ده الدخول بكشف انا بسال معاك دخلوا ازاي؟ لا انت ليك 25 واحد انا هديك انا هبعت لك يا فندم في 25 واحد بيخشوا اداره النادي انت مش عارف انا بقول لك يعني ما فيش الا اللي هو اللي كان الموجود في الكشف دكتور عبد الله جورج اللي هو مش مرشح والاستاذ عمرو الجنايني وابنه وبعدين والاستاذ عمرو الجنايني المفروض يدخل بتذكره بفلوس بيخش ببلاش برضه؟ ما هو ببلاش بس اسمه موجود في ناس بقى الباقي بتدخش ببلاش واسمها مش موجود انا مش عارف ازاي ده دي فرصه انك تدفع وتساهم ده فرصه بقى انت بقى النادي بقى محتاج انا ده استاذ عمرو جناني او انا بدخل لا ده انا التذكره ب 1000 جنيه لا التذكره ب 10 جنيه ب 10000 ادفع يا عم ادفع التذاكر تخش ببلاش ليه انا ما بتكلمش على استاذ عمرو جناني لوحده لكن بشكل عام يعني. حتى الباقي اساميهم مش موجوده انا نفسي اسها انا عمال اشوف وشوش ناس انا هبعت لك كشف يعني خلينا نقول انه في المرحله دي هو الزمالك لن يبنى الا بابنائه المخلصين طيب ما انا بقول لك ما هو حاجه هم انا زي حاجه بسيطه اللي بيخشوا دول وطالعين قدام كارت وهيصوا بتاع داخلين ببلاش طب ما ادفع يا فندم ادفع يا تتفرج في البيت بس دي يعني ده مثال انا بقول لك ده مثال ان انت بتدخل لا انت المفروض تدخل وتساهم وعلى الاقل على الاقل في الحاجات دي انك تدفع فاي حاجه لازم تدفع ثمنها في الوقت ده النادي محتاج اي حاجه زي ما محتاج المساهمات في الاطقم فضه والكلام ده لا تدفع في كل حاجه بس انا الحقيقه باثمن فكره ان انت تساعد او تساهم في عصارات النادي وانت على البر يعني حبا بس في النادي ما هو ده ليزر دلوقتي دي حاجه كويسه وده ليزر يا كابتن سيد دلوقتي
ولازم كل نادي الزمالك يعني كل مش هتكلم حتى على المرشحين، حتى الناس اللي مش مرشحه او ما دخلتش انتخابات لازم تساهم في النادي، في لان انت في موجود في موقف مش مرشحين بيحبوا انت النادي، موجود في موقف صعب جدا، فموقوف قيد، عندك مشاكل في الالعاب الجماعيه كلها والالعاب الفرديه، كل حاجه عندك في النادي فيها مشاكل، حتى في الانشاءات، وده عكس ما كان كل المتداول قبل كده. فأظن المساهمات ده هتبقى ليها قيمة جوه النادي، لأن أنت بتساعد النادي بتاعك اللي هو محتاج لك طبعا. فأنت عارف أنت زي ما يكون الأهلي محتاج منك حاجة أنت كسيد معوض وبتعملها مش منتظر حاجة، وبص يعني أنت لسه مش في المجلس ولا أنت بتشارك. هي دي جمالها، هي دي جمالها. عشان كده أنا زعلت قوي إن الغرامة الاقتصادية بتاعت شيكابالا فوق القيد جمعت مجموعة من رجال الأعمال، جمعوها ومنهم مرشح واحد، مش عايز أقول بس عشان ما نبقاش قاعدين. طب أنتوا وقفتوها ليه لبعد الانتخابات؟ طب ما يعني زي ما احنا بنقول اللي عايز يعمل تقصد واعلن واعلن بره اعلن وقول، لكن ايه اللي يخليك سنة بعد الانتخابات؟ أنت كده بتدي شرط إن أنا لو ما نجحتش مش هسيب، فاهمني؟ لا هات وهات وهنا وهات هنا وهات هنا، والنجاح ده بايد ربنا، نجحت هساعد، ما نجحتش هساعد من بره، ده المفروض المنطق يقول كده يعني. عموما عموما الكشف عندك اهو، وكل ماتش هجيب لك الكشف عشان ابين لك اللي بيخشوا بلوشه. انت فاجئتني. لا ازاي من موضوع البلوشي ده ويطلع بالكشف بقى في الفقره الثانيه. هو كشف لا الفقره الثانيه بتاع الانتخابات يعني يطلع بالكشف ده. لا انا قصدي اللي يروح وطالع كده قدام الزوم وانا 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 والكلام ده ادفع. طالما بتقول صح كده؟ يعني ما تنظرش بقدر ما انت ليك خطوات ايجابيه واضحه. يعني في فرق ان اطلع اقول سافعل للنادي وساقوم ابدا بقى بالحاجات البسيطه، وغير ما اقول عملت للنادي. يعني فاهم؟ سافعل يعني تعمل، مش لازم تقول سافعل، دي معناها مستني تنتخبني الاول. ثم والله اعلم بقى تفعل ولا مش تفعل. ده قصدي يعني. عموما احنا بنشكركم. شكرا جزيلا كابتن سيد معوض، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. زميلنا وصديقنا الناقد الاستاذ احمد الخضري، شرفتنا ونورتنا. هنطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هيبقى عندنا اولى فقراتنا في الخاصه بانتخابات نادي الزمالك النهارده، هيكون معانا الاثنين مرشحين من فوق السن، عضويه فوق السن، السيده نجلاء خليفه والسيد احمد عفيفي. اهلا بكم من جديد. زي ما عودنا حضراتكم في الحلقات الاخيره، احنا مخصصين الفقرتين في نهايه الحلقه لعرض من خلال ضيوفنا المرشحين لانتخابات نادي الزمالك. الفقره بتهدف انه كل مرشح يجي بكل ارتياحيه وبكل حريه يعرض برنامجه، يعرض افكاره، يعرض طموحاته، يعرض احلامه لأعضاء الجمعية العمومية، حتى تتعرف أيضا على شخصية كل مرشح للاختيار الأمثل للمجلس الذي سيقود نادي الزمالك لأربع سنوات مهمة قادمة. بيسعدني أن أستضيف في هذه الفقرة ضيوفي، السيدة نجلاء السيد خليفة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا. أهلا بيك. دكتور مهندس أحمد عفيفي. أهلا بيك يا فندم، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك، شكرا. احنا فقرتنا فقرة بسيطة جدا، هدفها ان حضراتكم تطرحوا رؤاكم وجهات نظركم وبرامجكم على الجمعية العمومية دون تدخل مني، واحنا بستخدم الستوب ووتش عشان خاطر الاجابات هتبقى من دقيقتين لتلاتة، ويبقى التايم تقريبا واحد بين حضراتكم يعني، فالاجابات تبقى الافضل تبقى مختصره وسريعه ومباشره عشان توصل لجمال عمي على طول. احنا برضو حضرتك بتتكلموا دون تدخل مني نهائي. حد طلب منكم تقولوا ايه قبل الهوا؟ يعني حد كلمكم في القناه مثلا عايزين نتكلم عن كذا، عايزين نقول كذا، عايزين نحصل كذا؟ بالظبط، عشان خاطر انتوا ليكم كامل الحريه المطلقه. خلاص نبدا؟ متفقين يا فندم؟ متفقين. السيده نجلاء السيد احمد خليفه، مرشح عضوية فوق السن، ليسانس في الأداب، التخصص جامعة القاهرة تخصص علم نفس، استشاري العلاقات النفسية والمشاكل الأسرية وإدارة المخاطر والأزمات، باحثة في علم النفس التربوي، لعبة سباحة سابقة في نادي الزمالك، حاصلة على شهادة ICDL برنامج الوورد وأيضا الباور بوينت.
عضو مؤسس في الحزب الجمهوري ده في المجال السياسي يعني، ويعضو طبعا جمعيه عموميه بنادي الزمالك. الدكتور مهندس احمد عفيفي مرشح لعضويه فوق السن، بكالوريوس هندسه مدنيه جامعه عين شمس سنه 92، دبلوم الدراسات العليا في اداره المشروعات جامعه القاهره سنه 97، ماجستير في اداره المشروعات جامعه بنها سنه 2005، دكتوراه في اداره المشروعات جامعه عين شمس 2018. عضو بنقابه المهندسين المصريه من سنه 92، استشاري اداره المشروعات بنقابه المهندسين المصريه منذ عام 2018 حتى الان، له خبرات علميه، محاضر منتدب بكليه الهندسه الجامعه البريطانيه سابقا، اصدار 7 ابحاث علميه في مجالات ومؤتمرات علميه، مؤلف كتاب العقود والمطالبات الهندسيه، محاضر لكثير من الدورات التدريبيه للمهندسين في اداره المشروعات، وعضو الكود المصري لاداره المشروعات، وله خبرات عمليه، دكتور مهندس في المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، ومدير مشروعات لكثير من المشروعات الكبرى في مصر والخليج العربي. شرفتونا ونورتونا استاذ نجلاء. هبدا ليتس فيرست يعني وعلى اليمين كمان استاذه نجلاء، ايه اللي دفعك انك تاخد انتماء نادي الزمالك؟ يعني جات لك الفكره ازاي؟ وهل شاورت حد؟ هل حد طلب منك ده؟ يعني سريعا كده احكي لنا القصه. انا بنت من ابناء نادي الزمالك، بحب نادي الزمالك، وولادي براعم وناشئين النادي، فبنمر بأزمات كتير في النادي. فطبعا الأسرة وكلنا وصحابي كلهم اتجمعوا ان انا لازم ارشح نفسي يعني واكون صوت ليهم في النادي. دي كانت فكرتهم؟ هل في حاجة معينة في النادي خلاهم يفكروا في كده؟ عندهم امل تعدل لهم حاجة؟ تعديل في يعني اتكلموا معاك في أي نقطة بالظبط اللي هم كانوا مهتمين؟ قالوا لك لازم تنزل انت بقى يا استاذة نجلاء تحل لنا. بما اول حاجة تعديل في القيد، قيد اللاعبين دي اكتر حاجة يعني. احنا دي ازمة اولياء، وانا مش انا هنتكلم عن البرنامج، مش انا عايز منك ايه الحاجة ان هل اولياء الامور تجمعوا عندهم المشكلة دي؟ عندنا مشكلة في القيد، وكمان عندنا مشكلة في ان احنا كأمهات مش بنلاقي اكل صحي في النادي. يعني مثلا واحدة انت عشان الابناء والبنات اللي بيمارسوا الرياضة، بعد ما الابناء والبنات بيمارسوا فاللعبة فبيطلعوا ما بيلاقوش اكل صحي ياكلوا منه كده. ده في كل الرياضات؟ في كل الرياضات، في كل المجالات، في الرياضة فردية او جماعية. فانا من ضمن البرنامج بتاعي يعني، او من ضمن الحاجه اللي بنقع فيها كامهات، دي كانت شكوى اولياء الامور ليك، ان انا ان شاء الله بامر الله هعمل مطعم مدعم. مدعم اكل صحي. يعني مش اكل يعني انت الاساس طلبوا منك تدخلي عشان تحلي لهم المشاكل. تمام. طيب اروح للدكتور احمد، اللي طرقت يعني حضرتك لك خبرات علميه كثيره جدا وفي المجال الهندسي يعني. ايه اللي في نادي الزمالك خلاك تفكر انك تخوض هذه الانتخابات وتتحول من المشروعات الهندسية، وانك تبقى عايز تساهم مع نادي الزمالك اداريا، ومن دفعك هذا الدفع؟ هو طبعا زي ما احنا عارفين نادي الزمالك نادي كبير طبعا، ولما بنروح النادي دلوقتي بتلاقي كمية زحام من الاعضاء كبيرة جدا، يعني فيه فوق 120,000 عضوية. فطبعا عشان انا خبرتي في اداره المشروعات وعملت مشاريع كبيره خارج مصر وجوه مصر بمليارات الجنيهات، وعشق للكيان نفسه، فعايز اعمل فروع كذا فرع للنادي. يعني عايز اعمل فرع اكتوبر يعني، وعايز اعمل فرع في التجمع والعاصمه الاداريه، وفي محافظات تانية في مصر برضه اعمل فيها فروع، عشان نقلل الزحام اللي في النادي وازود شعبيته. اكتر حاجه لفتت نظرك التكدس اللي الناس فيه. طبعا، وده مأثر على وجودهم في النادي وممارسه الرياضه ووجودهم حتى بارتياحيه جوه النادي. طبعا، وكمان الفروع الجديده هندخل فيها رياضات مش موجوده في النادي، زي السكواش، زي البادل. يعني نتيجه ان فرع المهندسين يعني ضيق شويه، فطبعا فرع اكتوبر 129 فدان، فممكن لكن هو الاساس ان حضرتك عايز تدخل عشان تساهم في بناء فروع النادي الاخرى. فروع بناء النادي الاخرى. تمام. وكمان انا دكتوراه في الاداره، فهفيد مجلس الاداره في التخطيط وعمل برامج للمشاكل وحلها ازاي. تمام. احنا هنتناقش مع برنامج حضرتك بعد شويه. استاذه نجلاء، برنامجك بقى حابه نبدا بايه؟ نبدا بالاهتمام بالبراعم والناشئين.
الاهتمام بالبراعم والناشئين دول اكبر منجم لنادي الزمالك. احنا دلوقتي لو اشتغلنا عليهم وان احنا ما يبقاش في ظلم فيهم، لان بجد احنا اولادنا بتظلم في النادي، ما فيش اهتمام بيهم. عايزين كمان نعمل معسكرات للنادي، عمل مطعم مدعم بكمة التكلفة، تسهيل إجراء. يعني خلينا نبدأ بقى بأول نقطة ونتوسع فيها سوا. يعني أول نقطة بالنسبة لك إيه؟ يعني دي إيه الحاجة اللي أنت عايزة تبدأي بيها برنامجك نتكلم فيها؟ أول حاجة اللي أنا شايفة في ظلم لحد الآن بنعاني منه قيد اللعيبة. قيد اللعيبة في يعني إيه قيد لعيبة؟ يعني في لعيبة مثلا تستحق القيد ما بتأيدش، ولعيبة ما تستحقش القيد تتأيد؟ أيوة في لعيبة كده، في ظلم كبير جدا. يعني انت ممكن تبقى ام ليكي ابن؟ انا ام وليا ابن ولحد الان بعاني من الموضوع ده. بيلعب ايه؟ يعني كره قدم. يعني انا ابني في الـ يعتبر 2010 في ظلم. يعني في اول الموسم جه مدرب، جه مدرب مسك اللعيبه وكان شغال معاهم كويس، بعدها حصل ايه؟ تغيير. اتحل المجلس، جه مدرب تاني معرفش ايه علاقته بالموضوع، بس جه مدرب تاني. بعد ما حل المجلس المفروض ده مدرب شغال بعد كويس، ما استقال اللي فات. لا المجلس اللي بعده كمان. حل ده الحل المجلس ده من سنتين تقصد؟ لا سنة. اللي هو بعد استقاله المجلس الاخير. اوكي لا في مجلس تاني بعديه مسك. مفيش مجلس. المهم مش اللجنه الثلاثيه. تمام قصدك اللجنه بتاعت دكتور عماد البناني. جه مدرب قبل دكتور عماد البنان، جه مدرب مسك الفريق وكان شغال كويس، كان ماسك 2003 ماشي عامل نجاحات كبيره حلوه. بعد ما اتغير يعني اتغير بعديها، يعني قعد 40 يوم بعدين اتغير. اتغير مسك الفريق، طيب ماشي خد تقييمات، شوف التقييمات ايه، شوف ده كان غير بقى اللي كان بيتأيد شاله اللي كان اللي بيتأيدش عمل كده تغيير بمزاجه. وده موجود كل الامهات بتعاني. انا لو اقول لك كميه الستات وكميه الاولياء الامور وكميه الاعضاء، يعني انت مثلا ده مش في الكوره بس، في كل الالعاب. يعني انت لما بتتجولي وسط الجماعه العموميه كل الالعاب فيها ظلم. ولازم على فكره لازم القطاع كامل لازم يشوف شغله في الموضوع ده. انت هنا جاي قطاع لازم تشوف شغلك. ليه الظلم؟ ان يبقى في عداله. ايوه لازم يبقى في عداله، ولازم انت تقف كده ان كنت رئيس قطاع، رئيس براعم، رئيس ناشئين، لازم تشوف شغلك في الموضوع. لازم كل ام تعرف ان كل ام صارفه على عيلة، او كل اب لازم تعمل حسابهم ان هم بيتظلموا. ليه ما تشتغلش على الموضوع ده؟ ليه كرئيس قطاع ما تشوفش الصح ايه والغلط ايه والحاجات اللي بنسمعها؟ ليه الظلم؟ ليه يجي مدرب ما يمسكش الفريق من اول السنه، يحط على تركيز على دماغه من اول من دماغه من سنتين كمان. يعني من سنتين كان ماسك الفريق فيفضل الانطباع لسه عنده. مش ده الصح. انت كل طيب. موسم اللاعب بيتغير. حضرتك يعني هدفك من اكبر اهدافي الموضوع العداله ده. العداله في اختيار اللاعبين في مختلف الرياضات بالظبط. وانا الموضوع تمام. ده على فكره مش هسكت عليه. مش هسكت خالص تمام. يعني لازم ان انا الموضوع ده يتحط له حل. هقلب الدنيا عليه. تمام خلاص. يعني عرفنا كده اول حاجه في برنامجك. دكتور احمد اول حاجه حابب تطرحها في برنامجك؟ اول حاجه بناء فرع اكتوبر. فرع اكتوبر ده يعني الارض بتاع اكتوبر 129 فدان، فانا ليا خطه ازاي اعمل الفرع، اعمله على مراحل. يعني مثلا احنا عارفين ان كل النوادي في مصر تقريبا بتبقى في حدود 30 40 فدان، فاحنا ممكن نعمله على اربع مراحل. عشان طبعا تكلفه الفرع حوالي 3 مليار جنيه، فطبعا النادي ما فيهوش فلوس. تكلفه الانشائيه يعني. طبعا لان طبعا في استاد وفي حاجات كتيره جدا. فانا هعمل المرحله الاولى اللي هي تشغل النادي، اللي هي زي ايه؟ اعمل اربع ملاعب يد، اربع سله، اربع طايره، اربع سكواش، اربع بدل، اعمل خلص المبنى الاجتماعي، اعمل حمام سباحه، حديقه اطفال، بحيث يستوعب الاعضاء اللي هم أيوه. في المنطقه. يعني انا اعمل لها تخطيط واعمل لها حسابات، يعني لان ده شغلي وتخصصي، في حدود 400 مليون جنيه مثلا. طب هنقول ليه 400 مليون جنيه هنجيبهم منين؟ في كذا حل. يعني في طبعا النادي هناك حواليه منطقه سكنيه، ممكن ابتدي اعمل محلات واجرها، اتعاقد مع بنوك ومطاعم حوالين سور النادي، زي فرع المهندسين.
دي هتديني كميه فلوس ممكن ابتدي اشتغل بيها. او في فكره برضو نعمل تسويق زي النوادي الثانيه بتعمل الادويه يعني. اه نعمل تسويق طبعا. الناس لما تشوف في شغل جد والمعدات نزلت على الارض وفي ثقه في مجلس الاداره الجديد هيشتركوا. ده يعني ده هدفي يعني. هل انت مجهز البلان بتاع الموضوع؟ اه طبعا مجهز البلان لكده لان ده شغلي وتخصصي زي ما قلت لحضرتك. ومجرد ان المرحله الاولى خلصت او الناس شافت ان في شغل وفي على الارض الملاعب بتتعمل. طبعا الملاعب دي اللي بقول لحضرتك عليها تبقى اوبن اريا عشان ما تاخدش فلوس كتير. وهنخلي المرحله الثانيه بقى الصاله المغطاه والفندق والمستشفى بس تكون الانتعاشه الماليه. اه طبعا لان طبعا المنطقه هناك انت حضرتك هناك في حدائق اكتوبر وجنبيك حدائق الهرم و6 اكتوبر. ففي منطقه واعده وناس كتير عايزه تشتري. درست المنطقه ودرست المكان وشفت طبعا المكان. انا انا عامل فيديو هناك متشافه معظم اعضاء النادي ورحت المكان ودرسه وعمل له دراسات وعمل له برنامج زمني اخلصه في خلال سنه. يعني انا عامل مشاريع اكبر من دي 10 مرات وبخلصها في وقت اقل من كده يعني. يعني خلال سنه. اه خلال سنه على الاقل الفرع جزء منه قائم. اه ربع يعني ربع المساحه هتكون خلصت. اه لاستقبال اعضاء النادي. اه طبعا تمام بالشكل اللائق بنادي الزمالك. بالشكل طبعا هتعمل على اعلى مستوى طبعا يعني. طبعا هنجيب الهيئه الهندسيه او شركه وادي النيل. تمام. نعمل لها امر اسناد لسرعه التنفيذ. تمام. وانا اشرف عليهم طبعا. تمام. يوم بيوم هناك. ده اول حاجه في برنامج سعادتك يعني. اه تمام. استاذه نجلاء تحبي تاني نقطه في برنامجك ايه؟ اتفضلي. تاني نقطه في برنامجي ان احنا نادي الزمالك ازاي ما يبقاش فيه شهر عقاري في نادي الزمالك. نادي زي ده زي باقي النوادي. ما هو في شهر عقاري في النادي عقاري. لا ما فيش شهر عقاري. احنا لازم يبقى عندنا شهر عقاري. وعايزين كمان لا في شهر عقاري مش بس ما يفتحش لغايه بالليل يعني زي النوادي التانية. في شهر عقاري بس بيقفل الساعه 2 الظهر. ما مين هي طب انا ممكن اروح بره يعني. في النوادي التانية بيبقى في فتره مسائيه بيبقى شغال 24 ساعه عادي يعني طول ما النادي يعني. شغال. تاني حاجة تطوير الملاعب. الفترة بتاعت شهر عقاري. تاني حاجة تطوير الملاعب. عشان اطلع لاعب ناشئ او براعم لازم اطور الملاعب. اي ملاعب في اي لعبة كرة سلة باسكت اي حاجة. تسهيل. طب انا حضرتك رحت بصيت على الملاعب يعني. ايوه ولادي بيلعبوا ولاد زمايلي وكلهم بيلعبوا. في حاجة تاني برضو ان احنا صرف المرتبات عن طريق فيزا. بدل ما الناس بتفضل واقفه طوابير والكلام ده كله على خزانه النادي فيبقى بالكارت. زحمه بص فوق ما تتوقع. ازدحام صعب. فعن طريق الفيزا وحد اقصى يوم 29 مثلا. الاهتمام بجميع الالعاب الفرديه. لازم نادي الزمالك يبقى فيه كره نسائيه. ازاي بحجم نادي الزمالك ما يبقاش فيه كره نسائيه؟ كره قدم. اه كرة قدم نسائية. ايوة. دي هتبقى جميلة جدا يعني كلنا هنبسط بيها. ولادنا وعيالنا. بس هي هتبقى اجباري عشان تبقى عارفة. تمام. يعني الاتحاد الافريقي اساسا مقرر انه عشان الاندية تشارك في البطولات بتاعته بعد كده. لازم يكون عندها قطاع. يكون عند الاندية في افريقيا كلها اللي بتشارك في البطولات بتاعته قطاع للكرة النسائية. فالانديه اللي كانت بتهرب من الكره النسائيه. طيب دي من اهم النوادي. اقل من الزمالك فيها فرق. بس هو الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومصر بيهتموا اكتر لانه طبعا دي انديه كبيره ولها جماهير كبيره. فالكره النسائيه شويه في وادي دجله وفي يعني في انديه ثانيه. وادي دجله المصدره. رابع حاجه. طب اروح للدكتور احمد. أوكي. بقى وهنرجع لحضرتك تاني. دكتور احمد اتفضل. النقطه الثانيه تنميه زياده موارد النادي الماليه. يعني انا عندي خطه في الموضوع ده طبعا ان احنا ناجر المحلات اللي هي المقفوله داخل النادي وخارج النادي. في محلات نستغل الداير بتاع النادي اللوحات الاعلانيه ناجرها للشركات دي هتدي دخل للنادي. فرع اكتوبر هنعمل فيه محلات اللوحات الاعلانيه اللي هي بولز والاوت بولز اللي هي فوق سور طبعا النادي. اللي هي في جامعه الدول والمحور. نعمل محلات في فرع اكتوبر. فرع اكتوبر 129 فدان يعني قد النادي بتاع المهندسين 4 مرات. هل محلات ولا ممكن تعمل مول كامل؟ ممكن مول طبعا يعني ممكن يعني في الحته اللي فيها الاستاد دي ولا محلات ومول يعني الاثنين ممكن
يعني ما هو المول بيبقى عباره عن محلات يعني فممكن يعني ندي المستثمر بس هو المول بيبقى طولي يعني محلات مساحه وطولي انما انت ممكن على السور زي ما بتقول المكان عندي يستوعب السور طبعا مكان منطقه سكنيه كبيره طبعا في يعني كثافه تعمل دوده ممكن الاثنين يعني نشوف ايه اللي يزود موارد النادي طبعا اهم حاجه برضو نجيب رعاه نستغل براند نادي الزمالك يعني عندنا فرق كره قدم وسله ويد نجيب رعاه اللي هو يتحط على التيشيرت بتاع النادي نجيب شركه اتصالات نجيب بنك نجيب شركه استثمار عقاري ده عايزه برضو مفاوضات وعايزه اتصالات طبعا ما ده يعني ده البند ده لوحده ممكن يخش فيه يعمل 2 مليار جنيه لوحده يعني لو اشتغلنا فيه صح ده ممكن فلوس الرعاه دي تبني نادي فحاجات كتيرة جدا يعني افكار كتيرة جدا ان هي فكرة زودها. تنمية الموارد طبعا لان المشكلة ادارة خاصة بتنمية الموارد نعمل ادارة طبعا يبقى في ادارة لتنمية للاستثمار موجودة مع الاعضاء المنتخبين في مجلس الادارة تمام هنعملها يعني تمام استاذة نجلاء النقطة التالية انا يمكن تركيزي اكتر على الجانب النسائي يعني انا بشوف عائلات بتتظلم في مصيف مرسى مطروح ازاي انت نادي منحازة للمرأة جدا فانا ام فانا عايزة كل يعني ام انت هتهتم اولا بلجنة المرأة جدا فعايزة كل ام تتبسط تكون مبسوطة بولادها بعائلتها ازاي نادي الزمالك ما يبقاش فيه الا مصيف واحد اللي هو مرسى مطروح لازم نتعاقد مع شركات ونتعاقد مع اماكن قصدك ان المطروح في المصيف اقل من الناس اللي عايزه تروح المصيف تمام وفي احسن كمان من مرسى مطروح في اماكن تانية لازم نتعاقد مع شركات تانية لازم كل عضو في النادي او عائلته تاخد فرصتها في المصيف بس وفي زياده الموارد بقى ازاي ان انا ازود الموارد عن طريق استخدام اسوار النادي في الاعلانات والتعاقد مع شركه يعني شايفة ان حل زيادة الموارد سهل جدا يعني مش صعب ولا اي حاجة جذب الرعاة لابرام عقود تليق بالنادي ابرام عقود للعيبة عشان ما يحصلش مخالفات ده ناقص كذا ده ناقص كذا كده يعني ان احنا نحاول نعمل دخل في النادي يعني ان شاء الله تمام دكتور احمد اتفضل طبعا انا يهمني اعضاء الجمعية العمومية تحسين الخدمات لاعضاء الجمعية العمومية يعني مثلا ناخد مثال كبار السن لازم يبقى لما يجي يجدد الاشتراك ياخد دفتر تذاكر مجاني لما يبقى في تخفيض في اشتراك يعني عند سن معين يعني مثلا بعد 60 يعني مثلا او 70 بعد 65 بقى في سن معين محدد بعدها بياخد خدمات تسهيلات اكبر يعني طبعا لو في رحلات يبقى ليه سعر مخفض لو في مكان ممكن رحلات مثلا يبقى مثلا لو رحله فيها 100 عضو يبقى في 10 او 15 مخصصين المكان ده لكبار السن يعني طبعا ممكن نعمل لهم مطاعم باسعار مخفضه زي في النوادي التانية كده يعني انا مش بخترع العجله دي حاجات موجوده بس في نوادي تانية انا يعني انا مشترك فيها وبشوفها نفسي تبقى موجوده في نادي الزمالك ندخل الطاوله نعمل صاله للطاوله صاله للشطرنج الحاجات دي مهمه جدا ازاي نادي الزمالك اكبر نادي في مصر ما فيهوش ملاعب سكواش ومصر هي اول دوله في العالم متريده لهذه الرياضه رائده في سكواش انا عايز اضيف سكواش في النادي واعمل اكاديميات دي تعمل دخل للنادي ادخل رياضه البدل مش موجوده برضو في النادي ففي رياضات لازم نضيفها عشان حتى نسعد الشباب الموجود في النادي مش الكبار السن بس لا والشباب كمان نقدر نساعدهم في النادي عايز اخلي الجيم فري يعني ببلاش ليه ندفع اشتراك في الجيم هو مشكله نادي الزمالك ايه حضرتك مشكله نادي الزمالك ان فلوس الاشتراكات بتروح للاعيبه الكوره والخدمات المفروض ياخدوها الاعضاء ما بيلاقوهاش فبيضطر ان هو يحملك مثلا تروح الجيم بفلوس يعني انا مشترك في نادي تاني الجيم ببلاش فيه فليه؟ وطبعا يعني اصلا انت عارف يعني الظروف الاقتصاديه دلوقتي صعب ان الواحد كل ولد من اولاده يدفع فلوس في الجيم في النادي كتير فطبعا لو انا عملت ان الفلوس اللي هي بيدفعوها الاعضاء تبقى خدمات للاعضاء لاعضاء النادي هيتمتعوا اخر متعه لكن للاسف ان التدفق النقدي اللي عندي
في النادي ماشي غلط، باخد فلوس من حد واصرفها على حد تاني. المفروض انا باخد من الاعضاء اصرفها على الاعضاء، فرقه الكوره ابيع لعيبه اشتري بيها لعيبه واصرف على اللعيبه، ده اللي انا افهمه. كل كل مكان يصرف على نفسه، كل قطاع يعني. اه طبعا، بس يبقى عندك ازمه في قطاعات ما بتكسبش. لا ما ازاي ما ندرس ليه ما بتكسبش يا فندم؟ لا يعني قطاع السباحه، قطاع الكاراتيه، ما قطاع السباحه ما في اكاديميات الحاجات دي بقى فيها، حتى بيفلوق. لو في دخل اقل اكيد من المصروف. احاول يعني، بس هو انا اطلعت على ميزانيه النادي لان كنت مرشح الدوره اللي فاتت، وشفت الميزانيه تقريبا فرقه الكوره بتخسر النادي فوق ال 300 مليون جنيه في السنه. ده بالماينس يعني. بالماينس. تمام. فبياخدوها منين؟ من الاشتراكات. فانا عايز كل حاجه تصرف على نفسها. تمام. استاذه نجلاء اتفضلي. انا عايزه اعمل تطعيمات لكل ام، لكل تطعيمات. ام تطعيمات. اه اللي هو بقى تطعيمات بمعنى ان انا اعمل يومين في الاسبوع بدل ما الام تاخد ابنها تروح تطعم الاطفال الصغير أو يعني والاطفال والكبار. الاطفال والكبار دلوقتي بيطعموا، في تطعيمات بتنزل من الدوله اكيد يعني. يبقى بدل ما اروح هنا ابني بيتمرن، لا انا اخلي المكان متواجد في النادي حتى لو يومين في الاسبوع. تمام. من ضمن كمان نادي 6 اكتوبر يعني في مقر طبي يبقى موجود لو يومين في الاسبوع. أوكي. يبقى انا كمان، يبقى انا ابني الطعم وانا بشتغل على الجانب النسائي اكتر يعني. وكمان في عايزه اعمل مدرسين في النادي زي سنتر بالظبط، مكان يبقى فيه عشان مدرسين عشان الولاد الصغيرين بالزبط. اللي في اعدادي في ثانوي يبقى منها المطعم المدعم باسعار مخفضه يعني. اسعار مخفضه، وان انت ان ولادي بيروحوا البيت مذاكرين واخدين واكلين مدرسين كويسين. اه طبعا. لان برضه عشان اولياء الامور يثقوا في اللي بياخدوا الدروس في النادي لازم يكونوا برضه المدرسين يعني اكيد. واحنا عندنا يعني في مدرسين كتير في النادي، بس هو ده كان ممنوع يعني في النادي. فانا ان شاء الله لو ربنا اراد يعني يتواجد الموضوع ده ان شاء الله. يعني انت كل افكارك ازاي تساعدي العضوه الام او الام، لان الام دي اكتر واحده بتتعب مع اولادها. انت عشان مجربه. اه طبعا. تمام. دكتور احمد اتفضل. طبعا انا عندي برضو في النادي في مشاكل، مثلا الممرات حضرتك معموله سيراميك، بتحصل كتير اعضاء بيتزحلقوا، فطبعا انا عشان شغلي فلازم نغير الانترلوك او نغيرها بنوع ارضيه ما يزحلقش، فدي من الحاجات المهمه. والافضل يبقى انترلوك ولا انترلوك يبقى معمول في كل النوادي يا فندم انترلوك، يعني بحيث ان هو مش كل شويه ولد يتعور وتحصل مشاكل يعني. خطر طبعا. طبعا. عندي برضه حتى كبار السن يعني بالنسبه لي خطر السيراميك ده خطر. فالنادي محتاج يعني برضه نهتم بقطاع الناشئين. يعني انا متهيألي قطاع الناشئين هو منجم الذهب اللي هو في نادي الزمالك. ان انا اجيب اجهزه حديثه اقيس نقط الضعف بتاع الناشئين ايه؟ ازاي اقويهم مهاريا وبدنيا؟ ابعتهم فترات معايشه في انديه بره بحيث يشوفوا اسلوب التغذيه للمدربين يعني؟ لا للعيبه، اللعيبه الصغيرين، بحيث ان هو يتعلم بره، او اجيب مثلا كوتش اجنبي يمسك قطاع الناشئين. ده في الكوره ولا في كل حاجه؟ في كل حاجه. يعني نجيب كوتش يبقى ماسك الاداره الفنيه للناشئين عشان يطورهم. بحيث ده هتوفر لي فلوس كتير قوي، بدل ما اروح اشتري لعيبه ب 20 مليون في السنه او اكتر ويطلع اي كلام وما يلعبش ونمشيه ويعمل قضيه على النادي ويحصل وقف قيد زي ما بيحصل دلوقتي والمشاكل دي كلها. لا، نادي الزمالك غني باولاده والناشئين اللي فيه، هو وطبعا يقدر يطلع، بس لو احنا عندنا اداره كويسه للناشئين هنطلع لعيبه كويسه. واحنا طلعنا السنه اللي فاتت 5 لعيبه، يوسف اسامه نبيه و سيد نيمار وكذا. طبعا طلعنا لعيبه، حسام عبد المجيد، محمد طارق، طب ما دول لعيبتنا. يعني سيف جعفر. وشوف باعوا بيراميدز بقد ايه، فدي فلوس للنادي يعني. احنا لو اشتغلنا صح. ما تبقاش هو مشوا ببلاش، لان عقودهم كانت خلصت. ما دي برضه سوء اداره. النادي المفروض اللعيب لو انا مش عايز ابيعه قبل ما عقده ينتهي او اجدد له. او اجدد له. تمام. طيب استاذه نجلاء تحبي تتكلمي في حاجه تاني؟ لازم نحافظ على التيم بتاع اللعيبه كلها بتاعت نادي الزمالك.
اللعيبه الكبار، لان نادي الزمالك بينافس على كل البطولات. قصدك في الكوره ولا في كله؟ في الكوره ولا في السله والطايره واليد وكله؟ في الكوره في الاكتر يعني. في الكوره لازم نحافظ عليه. كمان نادي الزمالك بينافس على كل البطولات. في اما عن اللعيبه اللي عقودها يعني انتهت، نقعد مع مجلس اداره كده منتخب مع رئيس نادي منتخب من الاعضاء طبعا، هنقعد بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي، وقتها نشوف اللعيبه اللي هو تجديد عقود اللاعبين بتوع الكوره يعني الكوره بالذات. انت عشان الجمهور يبقى مبسوط. لا والله هو ده الصح، انا شايفه النادي محتاج كده يعني. يعني في لعيبه مشيت، اذا كنا لسه بنتكلم في لعيبه مشيت عقودها انتهت ومشيت بالظبط. والاكتر لازم نهتم باللاعبين البراعم والناشئين. لازم الظلم اللي ولادنا بيمروا بيه ما نمرش بيه. تمام، لازم يبقى في وقفه يعني. عندك حاجه في برنامجك ثانيه عايز تتكلمي فيها؟ انا عندي كلمه للاعضاء يعني، هنقول في الاخر الكلمه. تمام. يعني بعد شويه. ماشي، بعد 3 4 دقائق. لكن هل انت حضرتك عندك حاجه لسه محتاجه تتكلمي فيها؟ انا كل الامهات، اي حاجه في مفاجاه كبيره انا عاملاها للامهات ان شاء الله، بس مش هزيع عنها دلوقتي. ان شاء الله فيما بعد يعني بعد الانتخابات مفاجاه خدميه، ولا في مفاجاه بالنسبه لكل ام في النادي؟ حاجه خدميه يعني. ان شاء الله. تمام، انت كده برنامجك تمام. مش عايز تتكلمي في حاجه تاني؟ لا شكرا. تمام. دكتور احمد اتفضل. طبعا نفسي اعمل فرع ثالث للنادي في القاهره الجديده يعني. ان شاء الله نطلب تخصيص ارض من هيئه المجتمعات العمرانيه، بس طبعا تكون ارض اقل شويه، مش كبيره زي بتاعه اكتوبر، لان اكتوبر دي تعمل 4 نوادي مش نادي واحد. سوق مخطط لاكتوبر في استاد ومدرجات يعني. طبعا نفسي اكون اعمل استاد الزمالك، وانا اعمله شكل كده على صفحتي. نفسي اعمله بحيث ان احنا نكون من اول النوادي اللي عملت استاد فخم يليق بكيان نادي الزمالك بنظام البي او تي، لان طبعا الاستاد محتاج فوق المليار، مليار جنيه تقريبا. بس الاستاد ده انا ممكن نجيب فلوسه من خلال ان احنا ممكن نعمل زي ما قلت لحضرتك في محلات وفي مطاعم لخدمه الاستاد، والباركنج بتاع الاستاد هيتاجر، فكل الحاجات دي غير ايجار الاستاد. ف ممكن يجيب تكاليف يعني، مش لازم الجمهور يجي في الماتشات، ممكن يروح يقضي يوم هناك. ممكن طبعا يبقى عنده جوه كافيهات يستفيد من المكان. طبعا لان فوق يعمل يعني تور في جوه في الاستاد. طبعا يعني ده موجود في العالم كله. ونعمل متحف للزمالك، متحف للزمالك للعيبه الكبار. طبعًا. اللي قبل كده. ويبقى فيه ستور لتيشيرتات الزمالك، و يعني نسوق لبراند نادي الزمالك. بحيث ان احنا كل الانديه بره في يعني، شوف كريستيانو لما راح السعوديه التيشيرت بتاعه باع منه قد ايه. احنا عندنا لعيبه نجوم برضه، نجوم ويعني نقدر لهم مريدين ومحبين. طبعا طبعا. تمام. الزمالك مدرسه الفن والهندسه ما يعني. تمام. طيب هل في برنامج حاجه تانية حضرتك بتتكلم فيها؟ في برنامجي نفسي الزمالك يخلص كل الاواضي اللي موجوده اللي واقفه القيد دي. لازم اعمل زي وديعه عشان اقدر اقبض المدربين لما يعني يحصل يعني، اجيب رعاه وكلام من ده، اجنب مبلغ معين عشان مرتبات اللعيبه والاجهزه الفنيه، عشان اللعيبه تنزل الماتش تاكل النجيله، ما تفكرش ده انا ليا فلوس مش هلعب زي ما بيحصل دلوقتي. ما تاخرش يوم. طبعا برضو المرتبات الاهم كمان مرتبات الموظفين والعماله. يعني انا بيصعب عليا ان الاقي ناس ما قبضتش بقالهم كام شهر، واصلا هم ناس يعني غلابه يعني ما يصحش. لكن انا لو عامل وديعه بصفه منتظمه وعامل تدفق نقدي، ودي ده شغلي كدكتور ثابت في يعني. عارف بيجي لي كام الاشتراكات، يبقى حاجز الموظفين والعمال دول المفروض يقبضهم بيجي من الاشتراكات، والاشتراكات بتجي لي كل سنه لان مش هتتاخر، ما حدش ما بيدفعش الاشتراك بتاعه. تمام. فالناس دي مهمه قوي ان انا اقبضهم. ليه؟ لان هم لما يقبضوا هيشتغلوا بنفس. تمام. هيقدموا خدمه كويسه لاعضاء الجمعيه العموميه. تمام. هل في اي حاجه في برنامج حضرتك؟ لا كده. تمام. تمام كده. تمام. استاذه نجلاء عندك اي حاجه عايز تتكلمي فيها؟ لا شكرا. تمام. اذا احنا بكل ارتياحيه اتكلمتوا على برامجكم والجمعيه العموميه سمعتكم دلوقتي. انا في الاخر هطلب من حضرتك ومن الدكتور احمد، حضرتك هتبصي للكاميرا بتاعتك اهي. تمام. هتوجهي في دقيقه كلمة زي ما انت عايزة، اللي عايزة تقوليه للجماعة وميه قوليه، عندك دقيقة من دلوقتي قولي فيها اللي انت عايزة كله. اتفضل. تمام.
جميع الأعضاء الجديدة والقديمة ليهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات. فبوجه كلمتي لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، صوتكم بيحدد مصير نادي الزمالك، لازم نرجع الكيان كما كان. فعشان ترجع الاستقرار والبطولات لازم تختار رمز من رموز النادي، ولذلك الآن يحتاج نادي الزمالك إلى رمز من رموزه. صوتكم أمانة، ما نبيعش النادي لرجال الأعمال، لازم نرجع كل حاجة أحسن من الأول. اختاروا صح، وانتوا اللي هتستفادوا في الاخر، وانتوا اللي هتبقوا محتاجين رئيس نادي كويس مع مجلس اداره هيفيدكم ان شاء الله بامر الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. دكتور احمد، الكاميرا بتاعت حضرتك، تقدر توجه كلمه زي ما انت عايز في دقيقه للجمعيه العموميه. اتفضل. الساده اعضاء الجمعيه العموميه، احنا محتاجينكم يوم 20/10 ان شاء الله لاختيار مجلس الاداره الجديد. يعني أرجوكم اختاروا كل عضو، ذكروه كويس واختاروا الصالح ليكم. وأتمنى أن أنتوا ترشحوني، يعني لأن أنا متخصص في أعمال الإنشاءات، دكتور مهندس أحمد عفيفي رقم 3. علشان كل عضو من الجمعية العمومية لو رشحني إن شاء الله أوعده أن احنا نعمل فروع كتيرة للنادي، نعمل فرع أكتوبر، فرع في التجمع، وده يبقى هدية اللي هو عضو الفرع الأصلي، لأن احنا عارفين قانون النوادي عضو الفرع الأصلي بيستخدم الفروع الجديدة، وليس عضو الفرع الجديد ما بيستخدمش الفرع الأصلي. فأرجوكم يعني إن شاء الله تنتخبوني يوم 20/10. طبعا كل واحد بيختار رئيس، أمين صندوق، نائب، 6 فوق السن، 3 تحت السن. أنا دكتور مهندس أحمد عفيفي رقم 3 فوق السن، ومنتظركم يوم الجمعه يوم 20/10 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذه نجلاء، احمد السيد احمد خليفه، بتمنى لك التوفيق. ميرسي. رقم 33، ما تنسوش يوم 20/10 بامر الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. المهندس دكتور احمد عفيفي، بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. شكرا لحضرتك. رقم 3 فوق السن، دكتور المهندس احمد عفيفي، ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا. احنا كده فقرتنا دي انتهت. عندنا الفقرة اللي جاية أيضا 2 من المرشحين فوق السن من المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، السادة حاتم البيباني وأشرف إمام. أهلا بكم من جديد. فقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم الخاصة بانتخابات نادي الزمالك والسادة المرشحين لهذه الانتخابات، تهدف الفقرة لعرض أفكار وطموحات وأحلام ورؤى كل المرشحين لمجلس إدارة نادي الزمالك بحرية كاملة وارتاحية مطلقة على السادة أعضاء الجمعية العمومية لبناء الصورة الكاملة في أذهان كل جمعية عمومية عن كل مرشح لاختيار الأصلح والأمثل لقيادة النادي في السنوات الأربع المقبلة. سعدني أن يكون ضيوفي في الفقرة بتاعت دلوقتي اللواء حاتم البيباني. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك فندم، مشرفنا ومنورنا، وبالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك. الاستاذ المحاسب اشرف امام، اهلا بك استاذ اشرف، منورنا ومشرفنا، وبالتوفيق ان شاء الله. سعيد اللي معاك باذن الله. أشرف. احنا فقرتنا هتتكلموا بحريه وبارتحاء كامله، وحد طلب منكم تقولوا ايه قبل ما تدخلوا؟ لا الحين لا خالص. لا او حتى بنتفق معاكم في التليفون تيجوا او حاجه، في حد طلب حاجه؟ لا خالص، بحريه كامله الحين، لكم مطلق الحريه في طرح اي شيء رؤاكم لنادي الزمالك. فانا حدير البث، انا مجرد ان انا حدير الاستوديو الحوار، وهيبقى ارجو بس ان الاجابات تكون سريعه ومباشره عشان تصل سريعا للجمعيه العموميه، وهنستخدم التوقيت الاجابه من 2 لـ3 عشان تبقى في عداله بس في التوقيت بين حضراتكم ان شاء الله. ضيوفي السيد اللواء حاتم البيباني، هو صاحب احد مكاتب المحاماه في مصر الجديده، حاصل على ماجستير في القانون، ضابط شرطه سابق بمباحث القاهره، وحاصل على العديد من الدورات والفرق القياديه. ايضا السيد المحاسب اشرف امام عبد السلام، رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لشؤون المطابع الاميريه، ماجستير في اداره الاعمال، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة والتغليف اتحاد الصناعات، عضو المجلس الاستشاري لنقابة التجاريين بالقاهرة، عضو مجلس إدارة صندوق تكافل أعضاء التجاريين على مستوى الجمهورية.
برحب بحضراتكم تاني. اهلا بيك. السيد اللواء حاتم البيباني، ازاي فكرت في خوض انتخابات نادي الزمالك؟ جالك الفكره ازاي واخدت القرار ده ليه؟ هو الحقيقه انا عضو جمعيه عموميه من اكتر من 20 سنه في نادي الزمالك، وولادي واسرتي متواجدين في النادي، شايفين الامور وطبيعتها في داخل النادي. انا في الاول وفي الاخر زي جماهير نادي الزمالك العريقه على مستوى مصر والوطن العربي، مشجع كوره طبعا، وهي الكوره هي قاطره نادي الزمالك، قاطره اللي هي من وراها جميع الالعاب، مهموم بهموم النادي. كنت دايما شاغل تفكيري ان انا اكون صاحب احد اصحاب مراكز صنع القرار في نادي الزمالك، لان في حاجات كتيره جدا كانت بتضايقنا احنا كجمهور بره النادي. كنا بنتمنى ان اكون احد اصحاب القرار لاتخاذ قرارات معينه او للمساهمه في اتخاذ قرارات معينه، لكن كان بيعوق دوت عملي ضابط شرطه خاصه في مجال المباحث، يعني كان مانعني تماما من اي من التواجد في هذه المرحله، في المرحله السابقه. ولما انتقلت الى العمل الحر ففكرت في ان انا يكون لي دور، وبدات بالفعل الفتره اللي فاتت، لكن كانت الانتخابات ومفاجاتها هي المفاجاه، اللي هو اقاله رئيس النادي واستقاله بقيه الاعضاء وفتح الانتخابات مباشره مع مجموعه من اصدقائي الموجودين في نادي الزمالك، منهم لعيب الكوره ومنهم ناس مشهوره، كان طلبوا مني ان انا اتواجد. وقلت ان انا اتواجد في هذه المرحله، منها للدخول للجمعيه العموميه والقرب منها والمساهمه في صنع القرارات ايا ما كانت النتيجه، سواء كانت النتيجه ايجابيه او سلبيه. تمام. الاستاذ اشرف امام، يعني خدت القرار ازاي والفكره جات لك ازاي وكيف يستفيد النادي من مجال عملك؟ انا حضرتك رئيس مجلس اداره الهيئه العامه لشؤون المطابع الاميريه، وده حاجه برده مش سهله يعني. اشكرك يعني طبعا سمعت. طبعا المطابع الاميريه دي عمرها مؤسسه كبيره طبعا، عمرها 203 عام، من اقدم المؤسسات في مصر بل الشرق الاوسط كمان، وعمرها اكبر من دول يعني طبعاً. عمرها اكبر من دول يعني، فدي بتدي برضو الواحد قيمه. امريكا في السن بالظبط. بتدي قيمه كبيره يعني. هو الفكره ان الزمالك بيمر بازمات، وبازمات كبيره كمان، وده كان احدى الدوافع اللي خلتني ان انا يعني اقدم على هذه المرحله، نتقدم ان اكون عضو مجلس اداره فوق السن العضويه لنادي الزمالك. عارف حضرتك لما يكون في عيلة وفيها مشكلة وفيها أزمة، فواجب على كل فرد في العيلة أن يقدم ما يستطيع أنه يحل المشكلة في العيلة دي. فأنا أشعر أن نادي الزمالك ده العيلة بتاعتنا، عشان جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم وفي، هو أحلى وأعظم جمهور في مصر والوطن العربي والعالم، لانه صابر كتير وبيعشق ناديه. ويمكن الماتش اللي فات يعني اكبر دليل على عشق الجمهور لناديه. فدي كانت من ضمن الاسباب ان انا ادخل في الترشح لعضويه مجلس الاداره، لان مشكله نادي الزمالك مشكله اداريه، فعايزه حد يكون فاهم اداره واداره رشيده كمان يدير الموضوع. يعني هي الفكره مش فكره ان في ازمه ماليه، هي فكره ازاي تدير الازمه دي، ازاي تدير الاموال. ممكن يبقى ليك دور في المرحله. طبعا احنا يعني مؤسسه فيها 3500 عامل وموظف. دافع شخصي ان انا عايز اخدم نادي الزمالك. ولما اطرح من بعض الاصدقاء القريبين لقوا ان الفكره ان احنا اقدر ادي نادي الزمالك من خلال فكري الاداري وتطويره، اقدر اساعد نادي الزمالك في المرحله القادمه ان شاء الله، وهي ادارته انه يعبر من الازمه دي ان شاء الله، وان شاء الله هيعبر يعني ان شاء الله باذن الله. اللواء حاتم، هنبدا نتكلم عن البرنامج الانتخابي، حابب تبدا بايه برنامجك الانتخابي؟ هو الحقيقه انا برنامجي الانتخابي وده السبب الرئيسي للتقدم للترشح لعضويه مجلس اداره نادي الزمالك، هو بينقسم الى شقين. الجزء الاولاني هو حقوق نادي الزمالك، والجزء الثاني هو الاستراتيجيه الماليه لنادي الزمالك. نبدا نتكلم الاول في المقصود بالاثنين. المقصود بالاثنين انه حقوق نادي الزمالك، احنا شايفين او الجمهور شايف او اعضاء الجمعيه العموميه شايفه ان في حقوق كثيره جدا جدا، سواء لعضو الجمعيه العموميه داخل النادي او لجماهير النادي العريضه في مصر والوطن العربي، مهدره.
ما بيتمش التعامل مع الزمالك بقدره وقيمته وتاريخه. فكان ده الهاجس اللي كان دايما بيخليني نفسي اكون احد اصحاب مراكز صنع القرار في النادي للمساعده ومواجهه اي خطر على نادي الزبيقه على نادي الزمالك. الجزء الثاني هو الاستراتيجيه الماليه لنادي الزمالك، المقصود بيها انه احنا مش عايزين نبقى دايما في جعبه رجل اعمال، مش عايزين يبقى دايما في جعبه حد او يعني هو اللي بيتحكم في النادي. في الاول وفي الاخر رجل الاعمال ايا ما كان يعني ايا ما كان قيمته وعشقه لهذا النادي، فهو في الاخر هو رجل صاحب مصلحه اقتصاديه. فهيحط النهارده مليون جنيه او 2 مليون جنيه او 10 مليون جنيه، فهو لازم عارف كويس جدا هو هيكسب قصادهم ايه. لكن احنا مطلوب هو استراتيجيه ماليه لنادي الزمالك من خلالها، هو مش لازم يكسب او ممكن يحطهم، هو بيحب النادي فعلا. ما هو بس هيحطهم، بس هيتكلم على نظام مؤسسي. مؤسسي هو هيحطهم مرحليا، لو مش موجود رجل اعمال النادي ما يعنيش. تقصد كده؟ اقصد كده. هو قصدي هو ان هو في الاول وفي الاخر هو هيحطهم مرحليا، هيساعد مره واثنين، بس في الاخر خالص هتتعرض مع مصالحه الاقتصاديه. فكتر خيره طبعا، شكرا ويشكر، ولكن في الاخر خالص هو مش ده الحل. الحل لازم استراتيجيه ماليه. استراتيجيه ماليه تعتمد على تنميه موارد النادي وتعظيم ادواته اللي موجوده بالفعل، واستغلال اسمه وبراند نادي الزمالك دوت. وفي خطه موضوعه او خطه قصدي ممكن نتكلم فيها كتير جدا تقدر تساعد وتقفز بنادي الزمالك قفزه سريعه جدا. احنا هنتكلم بتوسع على كل نقطه دلوقتي. انتقل للاستاذ اشرف حسام، حابب تبدا بايه في البرنامج الانتخابي بتاعك؟ انا حابب ابدا برنامج الانتخابي بتاعي اولا يعني هي دعوه لكل محب نادي الزمالك. مهم جدا الالتفاف حوالين نادي الزمالك في المرحله دي، لان هي اذا صدقت النوايا خلاص العمل. ده مهم جدا يكون في برنامج انتخابي لاي متقدم على اي منصب من مناصب مجلس الاداره. الامر الثاني ان البرنامج الانتخابي هينقسم لشقين، في شق اجتماعي اللي هو داخل النادي، ان النادي نرفع من الكفاءه الاجتماعيه بتاعته، سواء بقى كانت الحدائق، سواء كانت الاعداد، سواء كانت الحجرات اللي فيها تكييفات، سواء كانت المطاعم. عضو الجمعيه العموميه اللي بيجي جوه النادي ده يجب ان يعامل معامله رائعه. المعامله دي تيجي منين؟ يبقى لازم الاهتمام بالعاملين كمان، اهتمام بالعامل واهتمام بالاداري واهتمام بالمدربين، دول اللي هيخدموا بشكل قوي على الجمعيه العموميه كمن الداخل الجمعيه العموميه، العضو الجمعيه العموميه. لان في عضو جمعيه عموميه وفي في مشجع، ولازم نفصل بين الاثنين. ده ليه حقوق واجبات وده ليه حقوق واجبات، بس حقوق واجبات المهمه دلوقتي لعضو الجمعيه العموميه اللي بيدخل النادي، الاهتمام بيه من الناحيه الاجتماعيه. النهارده في مشاكل كتيره جوه النادي، يعني الناس الكبيره مش قادره تطلع على حمام السباحه اللي فوق عشان السلالم، مفيش مشكله خالص ان نعمل سلم كهربائي. الاهتمام بالكوادر الرياضية والأكاديميات، النهارده لازم نفتح أكاديميات ونرجع الكشافين تاني يروحوا، لأن دول مورد، ده مورد من إدارة النادي دي. النهارده لو بنجيب لعيبة كويسة وبنكتشفها من الأول وبتقوى وبنمرنها كويس، والموهبة دي نكتشفها بتوفر على النادي قدام النشر اللعيب بمبالغ كبيرة. أبناء النادي كتار، كشاف ده لو رجعوا زي زمان وجابوا من نجوع مصر كلها، أعتقد هنجيب لعيبة كويسة وبشكل كبير ولائق. الأمر الثاني هي النادي الزمالك نادي كبير ونادي مش فقير، بموارده هي اللي تجاب، ودي فكرة إن الإدارة بقى. يعني أنا يمكن بيلفت نظري بس مصطلح رجل الاعمال، انا مش فاهم ما معنى كلمه رجل اعمال. هل رجل الاعمال ده اللي معاه فلوس يطلق عليه رجل اعمال؟ ما اعتقدش، يعني ده حاجه وده حاجه. لكن هي ازاي ندير موارد النادي؟ مش في الفتره الحاليه. لو قلنا ان ازمه نادي الزمالك ازمه ماليه، طب لو جه 100 مليون 200 مليون جنيه دلوقتي، فدفعنا الغرامات ودفعنا مستحقات اللعيبه ودفعنا الاجور، ولو في موردين ليهم هل اتحلت الازمه؟ هل اتحلت الازمه؟ ما اتحلتش. لكن الذكاء هنا الإدارة إنها تحل الأزمة وتعمل على تلافي تكرارها تاني. تمام. مش أزمة، تلافي تكرار المشكلة. لأن هو لو يعني ما نعتمدش على إن دائما حد يدينا. أنا هدي مثال بسيط، يعني هو لو أنا النهاردة عندي أزمة، شخص ما عنده أزمة مالية، فقدامه بياخد بثلاث طرق، لما ياخد من أخوه هيديها له منحة، لما هياخد سي من ابن عمه بس هيقسطها له بدون فوايد، لما يروح ياخد قرض ويدفع فوايد.
دي نفس المشكله برضو اللي في نادي الزمالك، هو ياخد الكارد ولا ياخد من ما يطلق عليهم رجال الاعمال، وده انا شايفه مال سياسي يعني، ولا هياخد منحه؟ طب وبعدين استمراريته ايه بقى في الاستدامه؟ انت بتتكلم على شيء النادي يستطيع بالظبط، وخاصه يستطيع طبعا، وخاصه يجلب ايرادات بشكل منتظم، اداره الموارد هي جميل. اداره وتعظيم الموارد طبعا. وخاصه ان في، انا شايف ان في ناس، ده مش عيب طبعا يتبرعوا، ده كويس جدا، ناديهم وواجب عليهم انه يبرع، بس فكره ان اتبرع مقابل شيء، لا، في ناس بتتبرع بدون ما هي منتظر حاجه. بس النهارده اللي بيساهم النهارده قبل ايوه يعني، انا هدي مثال ده معناه يعني الاستاذ هاني العتال ما بيدي حاجه رائعه جدا وعمل حاجه وقبل الانتخابات قبل يعني، لا وعمل حاجه رائعه كمان، مش منتظر يعني النهارده يعتبر اللي هو بيدفعه ده ما نقدرش نقول عليه مال سياسي، لا، لانه مش موجه للصوت، بالعكس يعني انا ما اديتكش هديه عشان تديني صوتك، لا، ده انا عملت حاجه في النادي وانت قرارك براحتك، انا ما اديتكش، ما اديتش الناخب هديه عينيه للناخب، بل بالعكس وجه الفلوس انها تساعد في النادي في حل مشاكله دلوقتي، لحين ان يبقى الناس جوه تقدر تحل المشاكل. صح، هنتكلم باستفاضه اكتر سياده اللواء حاتم. نبدا بقى بالجزء الاولاني، اتفضل. الجزء الاولاني اللي هو نبدا حضرتك بالحقوق ولا بالاستراتيجيه الماليه؟ حضرتك تفضل. براحتك. نبدا بايه؟ طيب هنبدا ب نخش بشكل مباشر على طول عشان طيب بالنسبه نتكلم على الاول الحقوق، الشق الخاص بالحقوق. الحقوق دي مقصود بيها حاجات كتيره جدا جدا جدا، مش المقصود فيه ان احنا نصطدم بحد او لا او عملنا، لا، الحقوق نادي الزمالك يعني في خط، لازم الخط دوت هو خط احمر، بدل في نادي الزمالك يبقى في خط احمر ما حدش ينفع يتخطاه الا اذا كان ليه حاجه قانونيه او حاجه. دي امثله ممكن هندي امثله لحضرتك، يعني مثلا حصل مشكله وحصل خلافات وحصل مواضيع كبيره جدا بخصوص لافته نادي القرن ما بين مجلس السابق ونكن للجميع جميع كل الاحترام وبين جهات اخرى. الامر ببساطه جدا، هو في ده اللي بتكلم فيه احد حقوق نادي الزمالك، انه كان من المفروض ان القائمين في مجلس الاداره في التوقيت اللي حصل فيه المشكله دي اللي هو كان من 20 سنه كان يتصدى يقول ان لا احنا اصحاب حقوق في هذه الموضوع. ومع ذلك في حلول بديله، حلول قانونيه، حلول منطقيه. لما اجي اقول ان حضرتك المنافس نادي شاطر ونادي ذكي وبيعرف يسوق لنفسه، دي حاجه تحسب ليه ويرفع له القبعه، لكن انا النهارده في هذه اللحظه انا الاكثر تتويجا بالبطولات القاريه في القرن العشرين، طب ما انا النهارده اسوق او ماركت لنفسي من غير ما اخش في صدمات واعرف ازاي اسوق لنفسي واحط ده حق من حقوق نادي الزمالك وحق من حقوق جماهيره اللي بره، حق من حقوق اعضاء جمعيته العموميه. لما اجي النهارده اتكلم في حقوق نادي الزمالك، يعني انا عارف ان حضرتك يعني مدي المساحه ما فيش مقاطعه، فانا هتكلم. اما اجي النهارده في حقوق نادي الزمالك مع التحكيم مع الحكام، جمهور الزمالك، انا بنقل نبض جماعه عموميه، بنقل نبض جمهور. اما اجي النهارده اتكلم مع حقوق نادي الزمالك مع الحكام، دايما بيتقال على جماهير نادي الزمالك ان هم بيدعوا المصدوميه او ان في مشاكل وكده. لما النهارده حاجه اقول انه تاريخ الزمالك مع الحكام فيه مشاكل كبيره جدا، من ايام ماتش الديبه وكابتن فاروق جعفر وحسن شحاته ومروان كنفاني في الاهلي او كذا، هدف حسن شحاته الشهير في مرمى اكرامي، الهدف ده اللي هو لو اتعرض على الفار انا مش عارف الفار هيرد يقول ايه دلوقتي، الى جمال صيد، الى اللي هو المجموعه لجمال صدقي والمجموعه اللي هي كانت في الحكام اللي كانوا المفروض ادري عبد العظيم اللي هو كان 40 50 حكم، الزمالك اعترض على اثنين والاهلي اعترض على اثنين، ففوجئنا بانه الاثنين اللي اعترض عليهم الزمالك هم اللي بيحكموا الماتش. دي حقوق ما فيش حد بيتصدى ليها، وما فيش، والتصدي مش منطقي، تصدي مش قوي، تصدي مش مدروس. ففي النهايه اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه بتيجي على نادي الزمالك، بتيجي على نادي الزمالك وبيستهان بيه واستهان بغيره. بيتحل مجالس اداره حضرتك كذا. بتضع في برنامجك ان هناك حقوق لنادي الزمالك يتم التعامل معها بشكل مش سليم 100%، وبالتالي قد يفقد الزمالك هذه الحقوق. وتأثر عليه بالظبط. اذا كان حضرتك تسمح لي لو في ثانيه واحده بس كده بالنسبه للجزئيه دي، انه حقوق نادي الزمالك الاستكمال ليها بقى حاجه، احنا على فكره هرجع لك تاني يعني لو عايز تستكمل الاستكمال ليها. لا خلاص احنا لسه عندنا وقت. لا اتفضل يا فندم، احنا عندنا وقت. اتفضل استاذ اشرف امام. النقطه التاليه، بص حضرتك، نادي الزمالك نادي قوي، بس عشان يبقى قوي لازم الناس تشوفني قوي.
فانا اقوى من جوايا، الناس هتشوفني قوي، وبالتالي هيجي لي موارد. هي الفكره يعني انا مش عايز ابص واقارن نفسي بالنادي المنافس، لا 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 لا، وليه النادي المنافس ما يبصش ليا ويقارن نفسه بيا؟ هي دي الفكره، هي دي الفكره. طول ما انا باصص لحد ابقى لا، انا حاطط ليا تارجت اوصل له للنادي الزمالك قوي، والمنافسين يبصوا ليا ان انا قوي. ده هيكون قوي ازاي؟ لما نشتغل من جوه، نبص على نقاط قوتنا فين، نادي الزمالك قوي في ايه، نشتغل عليها، نشتغل هنبقى اقوياء، هنبقى اقوياء، وهتلاقي الموارد تجيلي، هتلاقي الموارد. بتتكلم على هيبه نادي الزمالك. على هيبه نادي الزمالك طبعا. الهيبه دي احنا اللي بنصنعها، هي موجوده بس احنا اللي بنقويها، واحنا ممكن اللي نضيعها. الهيبه مش معنى ان انا اتكلم كتير، لا، الهيبه ولا الشفافيه ان اتكلم كتير. الشفافيه انا لما اتسال اجب، واجب اقول الحقيقه، مش فكره ان انا بتكلم وبس واقول الزمالك الزمالك، لا، فكره انا قوي في ايه، بظهر قوتي في ايه، المنافس شايفني ازاي والاخرين شايفيني ازاي. فانا شايف ان دور نادي الزمالك ان لازم نرجع الهيبه دي بتاعتنا احنا كمجلس اداره واعضاء جمعيه عموميه واعضاء نادي، يقدروا يرجعوا الهيبه دي، والجماهير كمان تقدر ترجع الهيبه دي. الجماهير عامله اللي عليها كويس جدا. يبقى الدور الباقي دور اداره نادي الزمالك، ازاي يحافظ على الهبه دي ويرجعها ويقويها. دي هتيجي منين؟ دي هتيجي بالاداره، دي هتيجي بالاداره. اداره رشيده تدير الموضوعات بحكمه، مش تدير الموضوعات بكلام فقط لا غير. النهارده احنا بنسمع مثلا على مشاكل كتيره جدا متصدره للجمهور ومتصدره للجمعيه العموميه ومتصدره للعالم، ان مشاكل نادي الزمالك عنده ازمه ماليه كبيره. طب هي الازمه الماليه دي قد ايه؟ ما حدش عارفها. هل في حد طلع بورقه رسمي؟ مفيش بيانات واضحه، مفيش بيانات واضحه على الاطلاق. يعني انا بتكلم بس، هو اتقال للزمالك مثلا عليه فلوس لوزاره الماليه، يعني حضرتك انا كمحاسب او ليه او ازاي لما حضرتك تسمع ان نادي الزمالك عليه مليار و400 مليون ضرايب، ده رقم طبعا خيالي. مليار، طب الضرايب دي المليار و400 مليون ده بيدفع على ايه؟ بيدفع على الارباح، على الفرق بين الايرادات والمصروفات. معنى كده ان احنا في فرق بين ايرادات ومصروفات 7 مليار جنيه هندفع عليهم 20%، مليار و400 رقم يعني ده لا يمكن. فالارقام بتتقال دغدغه مشاعر وتهييج، انا شايفها كده. اه ممكن تكون تراكم سنين يعني يعلن يعلن يعني المفروض يعلن. افترض انه الفتره الجايه هتبان الحاجات دي مع التقرير السنوي. هو فندم يعني انا شايف ما كناش نستنى الميزانيه اللي هتعرض وفي يوم انتخابي، وما اعتقدش ان حد هيبص لها بشكل قوي، كله جاي مركز. اقصد هيبقى الدور على المجلس القادم. القادم، اذا كل اللي بيتقال دلوقتي على كل الكلام ده بالظبط. عشان كده لما ايه يعني احنا من بره نقول في ازمه ماليه، احنا اصلا مش عارفين الازمه الماليه هي 200 ولا 300 ولا 400. ان هناك حلول، الارقام رغم انها بترعب في ظاهره، لكن في حلول. فبال حضرتك ممكن ما تكونش كمان الارقام سليمه. لو الارقام ده اكيد مش سليمه، لو بقى عرفنا الارقام الحقيقيه لما واحنا جوه اكيد الامر هيختلف تماما. تماما. هي بقى دي هنا الشفافيه، ساعتها نعلن تمام المجلس في ايه، في قد ايه، في فلوس قد ايه، ضرايب قد ايه، مديونات قد ايه، مستحقات اللاعبين قد ايه. يعني محدش شغال لحد دلوقتي قال مستحقات اللاعبين قد ايه. تمام. المفروض ده البيانات دي تطلع عشان نحط حلول. لكن من غير بيانات مش هتقدر تحط حلول. تمام. هرجع على سيادتك تاني اللي هو حاتم، انت كنت عايز تستكمل اللي هي الخاصه بالحقوق. هو القصه مش المقصود بالحقوق، معلش انا مش عايز، مش زي ما قلت لحضرتك في الاول، هو مش بنصطدم بحد، ولكن حقي يعني حقي بس، انا مش عايز غير حقي فقط. هو جماهير نادي الزمالك جماهير مثقفه واعيه، تقبل ثقافه تبادل الفرحه، ما عندهاش مشكله في ان الفرق الرياضيه بتاعتها بتكون كويسه. الرياضه في العالم كله كده. الرياضه في العالم كله بتكون كده، وجماهير الزمالك تحديدا بتكون عندها ثقافه تبادل الفرحه، ما عندهاش مشكله. لو فرقتي وحشه او ما كسبتش او فرقتي كويسه وبذلت اللي عليها خلاص ما عندهاش. لكن جمهور الزمالك بيتضايق جدا، سواء اعضاء جمعيه او جماهيره طبعا العريضه، بتضايق جدا من اللي هو الاستهانه بحقوقه او ان هو يجي عليه حد يجي على النادي. فعشان كده الاستكمال للجزء اللي انا كنت بتكلم فيه اللي هو حقوق نادي الزمالك، حقوق نادي الزمالك في مواجهه اتحاد الكوره، حقوق نادي الزمالك في مواجهه اتحاد الكوره لما يكون في قرارات خاطئه فقط، يعني مش في صدام. يعني مثلا هنقول نضرب مثال بسيط جدا زي مشكله بتاعت احد اللاعبين بدون ذكر اسماء طبعا، في احد الانديه المنافسه اللي تلفظ وقال الفاظ مش كويسه، والحقيقه ان النادي المنافس في منتهى الذكاء وقدر يسحب الموضوع لناحيه قانونيه، وفي التوقيت دوت الاداره ما تعملتش بمنتهى القوه وبمنتهى الدقه والقانونيه في التعامل مع هذا الملف. لا، انا في التوقيت ده لازم يكون انا اكون صاحب حق وصاحب قرار، واوصل لغايه اتحاد الكره ومصدر القرار، واقعد مع عيني في عينه كده اهوت، واتكلم معاه مباشر، اقول له حضرتك بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في 1 2 3 4 واخدني ناحيه قانونيه،
حضرتك بتتكلم صح، انت شايف انت صح، طب احنا نطلع مع بعض على الجوله دلوقتي وعلى الهوا للناس كلها، فهو يا اما انت صح هتكمل يا اما انت مش صح، يبقى انت مش صح لازم ترد عليا دلوقتي. دي حقوق نادي الزمالك، ما ينفعش انه يلعب بطوله واثنين وثلاثه مضايقه الناس ومضايقه الجماهير، ما حدش بيجيب حق نادي الزمالك، بيبقى في توازنات، في حاجات بتضايق الجمهور. حقوق نادي الزمالك في تسويق لعبته، تسويق لعبته ليه 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 نادي الزمالك لعبته مش متسوقه؟ ليه نادي الزمالك كل اللعيبه بتاع في الاعلانات والدنيا ما يفهمش لعيبه نادي الزمالك؟ دي لعيبه، دي لعيبه جامده جدا. حقوق نادي الزمالك في التسويق المالي، في القيمه السوقيه لنادي الزمالك سنه 2003 من 99 ل 2002 و2003 كان الزمالك هو النادي الاكثر تتويجا ببطولات القاريه في القرن العشرين، وكان الزمالك واخد 16 بطوله لغايه 2003، وكان الزمالك حاصل على افضل نادي في العالم سنه 2002 وفقا للفيفا والاحصاء. في التوقيت ده سنه 2003 بدات القيمه السوقيه لنادي الزمالك تبقى يعني ما فيش في مقابل المنافس 10 اضعاف القيمه السوقيه، مما ادى الى 10 سنوات عجاف بالكامل الزمالك معهوش فلوس، اللعيبه كلها بتهرب منه، اللعيب بيتقيد في النادي ويروح النادي المنافس. دي اللي هو القيمه الحقوق. اخر حاجه بالحقوق، حقوق الاعضاء الجمعيه العموميه في اختيار اللاعبين، بمعنى انه اللعيب النهارده الوسايط والفساد والبعض مش هنقول فساد يعني مش عايز يبقى اللفظ القاسي، ولكن المجاملات الشديده في اختيار اللاعبين للفرق الرياضيه بتؤدي الى ان مش كل الكفاءات هي اللي موجوده في النادي. فاللي بيحصل بتتكلم عن الناشئ الصغير يعني عن الناشئ الصغير، عن الناشئ الصغير في جميع الفرق الرياضيه. فالنهارده ده النهارده انا دي قيمه سوقيه ليا بس. او انت بتاهل بطل، بأهل بطل ولازم يختاروا صح، اختاروا صح تمام. هنستكمل تاني باقي البرنامج. استاذ اشرف اتفضل يا فندم. عشان كده لو رجعنا برضو حتى سياده اللواء حاتم، هو بيتكلم طبعا على فساد، والفساد ده جاي منين؟ برضو عيب اداره. لو احكامنا وما فيش رقابه، مفيش ولا رقابه ولا متابعه ولا توجيه ولا جمعيه عموميه بالانتخاب ولا مجلس اداره منتخب. طب ما الكل معلش الفتره دي كله عايز يعني يخلص ينجز اعماله قبل ما يجي مجلس اداره منتخب. لو في اداره مجلس اداره منتخب وفي شرعيه موجوده الدنيا هتمشي باستقرار كويس. اللي عايز اقوله في جمعيه عضو الجمعيه العموميه، في حاجات مهمه جدا انها تتعمل لعضو الجمعيه العموميه. النهارده في مصيف مرسى مطروح مكان ممتاز جدا ورائع جدا، بس عدم غياب العداله في التوزيع بتاع الناس اللي بتطلع دي اشكاليه كبيره. المكان كويس، في مساحه، احنا عايزين نزيد من هذا المصيف بتاع مرسى مطروح عشان نزود اعضاء جمعيه عموميه يحضروا ويطلعوا اكتر. بالاضافه الى ان احنا نادي 6 اكتوبر، المساحه اللي موجوده حاليا مع الاعضاء احنا حوالي 100,000، نتخطى ال 100,000 عضو دلوقتي. المساحه بقت قليله في جامعه الدول العربيه على فرع واحد، يعني على فرع واحد ده قليل جدا، لازم يتعمل فرع تاني. 100,000 برضه عشان الناس تبقى عارفه، ال 100,000 دول كل واحد ليه اسره من 4-5 افراد، يعني اضرب في 3 مثلا، فانت بتتكلم متوسط على 3-4، فبتتكلم من 300 ل 500,000. مظبوط. فده يعني عدد كبير جدا على المساحه اللي موجوده دي، يستوعبوا المقر بتاع المهندسين بالظبط. فده لازم يتفتح فروع، مش فرع واحد، فرع واثنين وثلاثة. واعتقد دلوقتي في اليات استثماريه كتيره جدا وشركات متخصصه في هذا المجال انها بتيجي وتشتغل وبتتضمن معاك وبتبقى في شراكه معينه بحق انتفاع بالبي او تي، في كذا طرق استثماريه كتيره ممكن تتعمل، بس ده امر بقى واجب جدا، يعني امر واجب وتحديدنا يعني تحديده وسرعه انجازه ده عشان يروح عضو الجمعيه العموميه. بالاضافه الى احكام الرقابه على الناشئين شويه، يعني تحت في الاكاديميات والفرق الصغيره الناشئين نفس المشكله بتاعت الاختيار. بالظبط، الاختيار ده مهم. المجامله المفروض لا، في ناشئ انت بتربيه عشان يبقى كادر رياضي كده. دي لان انا ملاحظ انه عدد كبير من الساده المرشحين بيتكلموا في النقطه. ده صوت يعني الجمعيه العموميه، المعظم ليه ولاده في الـ في الـ في الـ في الاكاديميه، وحتى لو مالك يعني في الناشئين فباينه بتتجول وسط الجمعيه العموميه، بتتقال الكلام، بتسمع طبعا شكوى عامه جدا في هذا الموضوع. وده اعتقد هتبقى من ضمن اولويات المجلس ايا كان مين المجلس اللي يجي، يعني ان شاء الله دي تبقى من ضمن اولوياته. يعني تمام، هرجع لسيادتك تاني. سياده اللواء حاتم اتفضل. في جزئيتين اخيرين في موضوع الحقوق اللي هو الجزء الاولاني من البرنامج الانتخابي. الجزء الاولاني زي ما احنا تخطينا الحكام وتخطينا اتحاد الكوره، احنا بنتكلم على الجهه الاداريه بصفه عامه. حقوق نادي الزمالك في انه واعضاء جمعيته العموميه تحديدا وجماهيره طبعا بعد كده، في انه ما يتمش حل مجلس ادارته،
نادي الزمالك احنا من ساعه ما وعينا على الكوره ومن ساعه ما وعينا على نادي الزمالك هو بيتحل. خد بالك يعني اصله برضه عشان يبقى الكلام برضه فير يعني الحل تاريخ الزمالك بيقول انه بالقضاء يعني في ناس بتلجا كتير هنا الجهه الاداريه يعني بتنفذ حكم قضائي هتعمل ايه؟ هو اصبح الوزير او المسؤول في الجهه الاداريه عليه ينفذ حكم قضائي مش هيقدر يخلف وفق القانون او هو يحاسب يعني. فعلى على على برضه الجماعه العموميه لما يجي مجلس منتخب خلاص يعني هو جيم وخلص ده قصدي في حل في حل يعني القضاء لما يحكم هتعمل ايه؟ طيب هل أنا يمكن انا هرتب انا اقول هل ممكن تمنع عضو جماعه عموميه يلجا للقضاء؟ لا اتفضل. في حل لهذا الموضوع انه النهارده في جمعيه عموميه انتخبت مجلس اداره فمجلس الاداره دوت لازم يبقى فيه قانون يشرع او لائحه طبعا بالترتيب هو طبعا القانون بعد كده اللائحه لكن في انه لا يلجا العضو الى الحل لا يلجا العضو الى الجهات القضائيه الا في حاله واحده فقط اذا كان في فساد مالي. فندم ده حق دستوري ده حق دستوري حق دستوري الا اذا كان فساد مالي انا عايز اقول انه مش قضاء اداري مش حاجه اداريه الاداريه لا يحق لها في القانون انا راجل نائب طبعا من ضمن الناس اللي ساهمت في القانون بتاع الرياضه ف الجهه الاداريه ذاتها لا تملك حل الادارات دلوقتي الا حضرتك بتتكلم فيه مظبوط اذا اكتشفت فساد مالي فقط وده اللي حصل مع اخر مجلس مع كل المؤسسات بقى خلاص تمام. مع اي هيئه مع اي مكان لكن ما تقدرش تمنع مواطن اللجوء للقضاء باللجوء للقضاء حقه يعني حقه دستوري هو حقه الدستوري فخد بالك دي هي محتاجه تغيير منهج الفكر في نادي الزمالك يعني نادي الزمالك اتاخد في المنحنى ده بقى له 20 سنه دي الحقيقه اكتر من كده بقى تقريبا 20 سنه فالمهم ان الناس تبقى عارفه ان جزء من اللي حضرتك بتقوله بقى ان جزء من عدم استقرار النادي اداريا هو المشاكل دي يعني راح وفي الاخر الزمالك راح فين؟ راح في مشكله واكثر من مشكله ورا بعض المجلس يتحل ومجلس يجي ومجلس يقعد سنتين ويمشي وتيجي لجنه ست شهور وبعد المجلس يمشي ومجلس كل ده طبعا حتى خد بالك ده ليه تاثير حتى في الكلام اللي حضرتك بتتكلموا فيه اللي خاص بالرعايات واللي خاص بالروافد الماليه لازم الناس تشعر باستقرار عام في النادي اداري لسنوات عشان تقدر تستثمر وتقدر تشتغل عشان كده احنا يعني انا بس هكمل سياده اللواء الجزء ده اتفضل يا فندم هو اللي حضرتك بتقوله طبعا مظبوط هو حق لاي حد من اعضاء الجمعيه العموميه لكن انا اقدر اامن دوت بمشروع قانون او ما يشابه ذلك ضد الدستور مش عارف انا متفاهم يا فندم انه اي حد من حق اللجوء للقضاء من اي حد انا قصدي اامن قرارات بصيغه قانونيه يعني اهم من قرارات الجمعيه العموميه انت قصدك انه التحركات الاداريه او الخطوات الاداريه تكون قانونيه وسليمه وما تديش فرصه لحد انه بالظبط كده يمسك ثغره بالظبط يلجا بقى للقضاء قصدي حضرتك كده مظبوط يا فندم تمام اخر حاجه في الجزئيه اللي هي الخاصه بالحقوق عشان ننتقل بعد كده للجزئيه الثانيه اللي هو حقوق نادي الزمالك في الاجراءات القانونيه بمعنى المقصود بها ايه؟ انه يكون في جهه لجنه قانونيه قويه جدا محترفه ليست لاهل مش اهل الخبره مش اهل الثقه هي اللي تدير المنظومه القانونيه في نادي الزمالك هي اللي تدير التعاقدات هي اللي تدير الملفات بتاعه القضايا الدوليه من الاول خالص هي المسؤوله عن هذه عشان ما نجيش بعد كده ده فسخ عقده وده حصل كذا أي مؤسسه كبيره لازم تكون فيها اداره قانونيه ده المفروض ونادي الزمالك يعني زاخر بالقانونيين والمستشارين والمحامين يعني دايما نادي الزمالك عنده فهي دي عدد كبير جدا طيب هرجع لسيادتك تاني استاذ اشرف اتفضل هاخد بس يعني الخيط كده ونرجع نادي الزمالك مؤسسه ولازم يدار بفكر مؤسسي مش بفكر فرد في مجلس اداره مش شرط مجلس الاداره يبقى لازم كل عضو مسؤول عن ملف مش شرط خالص مدير المستشفى مش لازم يبقى دكتور خالص مجلس الاداره موجود عشان حاطط استراتيجيه معينه وحاطط فيجن معينه بيطبقوا ازاي بقى يطبقوا بقى طبقا للاستراتيجيات وطبقا لاهدافه وطبقا للبرامج اللي تتحط هنيجي مثلا للكوره الكوره لما يبقى موجود على ملف الكوره لعيب كبير يعني لما نيجي نقول مثلا ملف الكوره ده هيبقى مسؤول عنه كابتن حسن شحاته مين منا هيختلف على كابتن حسن شحاته اسم ضخم طبعا اسم ضخم يبقى لما نقول كابتن حسن شحاته هو مسؤول عن ملف الكوره ده مهم ملف الكوره كله الزمالك مليان نجوم في كل ده الألعاب. انا اديت مثال بس عشان يمكن كابتن حسن شحاته ايقونه يعني
في طبعا عندنا يعني ما شاء الله يعني كل الالعاب هتقدر تطبق بالظبط كده، اطبق ده كوره، ابدا اطبق ده في السله، ابدا ده في الهاندبول، ابدا اطبق في الفولي، في الجودو، في الكاراتيه، في الملاكمه انها ترجع تاني. انا ما اعرفش يعني لما نشطب نشاط ملاكمه ليه يرجع نشاط تاني، الملاكمه والكروكي وفي حاجات كتير الكلام ده كله يرجع للكروكي، ما يرجعش كل الانشطه دي ترجع تاني. ده مهم جدا انك بترجع هويه نادي الزمالك. يعني هويه نادي الزمالك دي لازم نحافظ عليها. النهارده الاستاد، ايه المانع ان احنا استاد حلمي زموره او برجيله دلوقتي ليه ما نرجعش فيه تاني المدرجات ونتبني مدرجات، واحنا عندنا في فكر لموضوع المدرج ده. مع تغيير اسمه تاني لحلمي زموره يعني، ولا مش الموضوع ده مش فارق؟ هو تاريخ، هو تاريخ، ولكن الحساسيات هتبقى اشكاليه. فاعتقد بلاش نجيب الحاجه اللي ممكن تعمل نوع من انواع الاثاره داخل نادي الزمالك دلوقتي. يعني خلينا في الهدف، احنا لو سميناه استاد الزمالك ما حدش هيزعل فيه. هي يعني هي هي بالظبط كده يعني، ليس الاسماء هي المشكله يعني. وكلها اسماء، كابتن ابو رجيله وكابتن حلمي زموره طبعا اسماء اعلام من اعلام نادي الزمالك. يعني يرجع الكلام ده تاني بشرط، لان لعيب الزمالك لما بينزل التمرين الجمهور اكبر محفز للموضوعات دي. يعني الجمهور يولع اي حد، يسخن اي لعيب، فما بالك في التمرين يشحذه ويسخنه ويديله حافز للماتش اللي راح يلعبه. طب ليه ده ما يرجعش؟ فالاداره لو اتبنت على فكر مؤسسي هتبقى الاداره جيده جدا. اداره قانونيه تعمل اداره قانونيه. حضرتك قلت يعني احنا مليئين نادي الزمالك بمستشارين وقضاه وحاجه رائعه في الشؤون القانونيه في جميع المستويات دي. بقى لو عملنا فكر مؤسسي كده، مش شرط عضو مجلس اداره يبقى مسؤول عن الملف، هو يتابعه وكل شيء يعرض على مجلس الاداره ان هو اللي ياخد القرار، هو المسؤول في الاول والاخر. بس بناء على ايه؟ بناء على ناس متخصصه ولجان متخصصه، كل يعمل في مجاله. تمام. ست اللواء حاتم اتفضل، احنا بقى لنا 10 دقائق فعشان خاطر الكلام بتاعنا نختصر على طول. تمام. هو اول قرارات انا اتبناها واطلب من مجلس الاداره، سواء كنت في مجلس الاداره او كان وفق احد بعض. دخلت دلوقتي في الجزء الثاني اللي هو خاص بالاستراتيجيه الماليه لنادي الزمالك. اول قرار لازم اولا قبل الاستراتيجيه الماليه، انا اسف معلش حته كده، اللي هو الجزء الاعلامي، الشق الاعلامي. الزمالك بيعاني من ضعف في المواجهات الاعلاميه. الحقيقه انه الانديه الاخرى والمنافسين عندهم الاله الاعلاميه قويه جدا جدا جدا، وتقدر توظف اللي هي احتياجات النادي، وبتقدر تماركتها كويس جدا في الاعلام وتوجه الراي العام، ودي حاجه عالميه، وده نجاح وذكاء. فالاله الاعلاميه في نادي الزمالك ليست بالقوه اللي ممكن تتعامل فيها. وانا اشتغل على الملف ده، ده اول ملف اللي هو المنظومه الاعلاميه لنادي الزمالك، وارشح. واذا كنت ليا اسماء عايز ترشح اسماء يعني؟ اسم واحد فقط انا ارشحه لانه يدير المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك، هو الاستاذ احمد عفيفي. احمد عفيفي اللي كان قبل كده مذيع في نادي الزمالك. حضرتك ارشحه لانه على درجه من الثقافه، على درجه من الخبرات العاليه المتراكمه، وعارف كويس كل مشاكل نادي الزمالك، وبيقدر يتكلم كويس جدا فيها، وعنده مصداقيه وقوه في الاعلام لدى جماهير نادي الزمالك. الجزئيه الثانيه اللي هي اول ثاني قرار اللي هو المجموعه القانونيه. المجموعه القانونيه زي ما قلت لحضرتك، المجموعه القانونيه المحترفه وليست اهل الثقه. تمام. دي على جميع الملفات. الجزء الثالث اللي هو انا محتاج فلوس دي النهارده ازاي اماركت اسوق نادي الزمالك. من ضمن الافكار اللي هي من بين الافكار اللي هي مطروحه نمره واحد، اكاديميات نادي الزمالك. انا درست الموضوع وغصت في هذا الملف، فاكتشفت ان في حوالي 10 اكاديميات لنادي الزمالك من 8 ل 10. الاكاديميات دي بتؤجر ب 500 الف جنيه كل 5 سنين، بمعنى 100 الف جنيه في السنه بيدفع منهم، ده اللي بيدفعه لنادي الزمالك. 100 الف جنيه يعني بيطلع 9000 جنيه اللي واخد حق الاكاديميه، 7-8000 جنيه في الشهر، 9000 جنيه في الشهر، ويدفع له 50000 جنيه مرتبات و50000 جنيه، وبيلم قصادهم 10 اضعاف هذا المبلغ من اللعيبه اللي بتيجي، وبيع تيشيرت نادي الزمالك واللوجو. انا اقدر اسوق الاكاديميه دي في 28 محافظه واخد 10 اضعاف 100 ضعف هذا الرقم، وافتح اكاديميات كتيره، والنادي يديرها هو يعني، والنادي يديرها، او اللي هياخدها مننا حق انتفاع فيكون مقابل يساوي قيمه نادي الزمالك. دي احد الافكار. الافكار الثانيه بالنسبه لفرع نادي 6 اكتوبر، احنا النهارده بنتكلم فيه
يعني شركات كتيرة جدا جدا جدا، ولكن أنا بطلب إنها طرحها على المستثمرين المصريين والعرب لإنشاء فرع النادي، إنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر واستاد نادي الزمالك. هو اسم نادي الزمالك هيسوق هذا الملف برضو بنظام البي أو تي، بنظام بي أو تي طبعا. إحنا مش هنلاش دعوة، إحنا مش هنحمل الجمعية العمومية بحاجة. هيبقى عنده إعلانات، هيبقى عنده ملاعب تتأجر، هيبقى عنده فندق عالمي للاعبين يقدر يستضيف فيه. هقدر أجيب بقى فرع السلة والطائرة، بدل ما اللعيبة بتروح تشتري التيشيرتات بتاعتها ويروحوا بيها لنادي الزمالك، لا ما ينفعش، ده اللوجو واسمه والناس تجري ورا نادي الزمالك للتسويق، القيمة السوقية بتاعته. طب انا هرجع لسيادتك تاني استكمل، هيبقى ليك مدة قادمة. لا مش دي ليك مدة قادمة. اتفضل استاذ اشرف. اتفضل. انا في جزئية مهمة جدا وهي الاعلام. في خطوة ومرحلة اتعملت كويسة جدا اللي هي انشاء قناة نادي الزمالك، ودي طبعا حاجة كويسة جدا، بس هي لا تضار من وجهه نظري بالشكل الاستثماري لنادي الزمالك. انا شايف ان قناه نادي الزمالك دي اعلاميا لو اديرت صح عن طريق متخصصين، وهنا بقى الحته نيجي هي اهل الخبره ولا اهل الثقه. اعلام عايز خبره، لو الخبره الاثنين اللي داخلين في واحد ثقه وواحد خبره، لو الاثنين نفس المعيار 90% ده و90% ده تاخد ممكن الخبرة. اخد يعني في خبره 90% يعني الثقه عنده الخبره ماشي مفيش مشكله. اوكي الثقه عنده الخبره مفيش مشكله، ليه اولويه، لكن الثقه ما عندوش الخبره لازم اهل الخبره. دي ممكن تصرف على نادي الزمالك، مش تصرف بالشكل الكامل لكن هتصرف كويس على نادي الزمالك. حضرتك اعلامي وعارف ان القنوات تقدر تجيب ايه وتعمل ايه. انا شايف نادي الاستغلال قناه نادي الزمالك مش بالشكل الامثل ولا الاكفأ في الفتره دي، دي مهم جدا جدا ان احنا نتعامل عليها. الاعلام في نادي الزمالك عشان يجيب حق النادي او يظهر النادي، يعني انا مش دايما عايز اقول حق النادي يتجاب، احنا قادرين نجيبه يعني، لكن الفكره انه يظهر نادي الزمالك، يظهر قوه نادي الزمالك، ده مهم. هيجي ده منين؟ هيجي نادي الزمالك لو من جوه بقى مؤسسي وبقى فيه استقرار اداري، ما بقاش فيه مشاكل. الاستقرار الاداري ده هو اللي هيحقق جميع النجاحات بعد كده. الاستقرار الاداري ده اللي هيخلينا نفكر ماليا ازاي. احنا بره مش هنقدر نقول الحلول الماليه الا لما تدخل تشوف ادوات النادي جوه ايه، هو عنده ايه وليه ايه والتزاماته ايه وموارده ايه، تقدر تحط ده في موارد هتتجاب. النهارده حضرتك بص لشارع جامعه الدول العربيه، سور نادي الزمالك، كلنا كنا، انا دايما اقولها، كنا بننزل زمان نتفسح في جامعه الدول رايحين سور نادي الزمالك. مظبوط. من جمال سور نادي دلوقتي لا، ما مش هو ده، فلازم يعاد تخطيط السور ده من جديد بمحلاته كله عشان يدخل، يبقى مورد من موارد نادي الزمالك. قصدك يبقى زي ممشى يعني. يعني ممكن في افكار كتيره جدا في المنطقه دي ممكن تتعمل، في افكار كتيره جدا يعني نقدر تساعد نادي الزمالك ان يبقى في مورد من موارده وتستثمرها بهذا الشكل، وتستثمر بهذا الشكل طبعا. في محلات النهارده مقفوله مش مفتوحه. برضو دي لازم تبحث ليه. في محلات النهارده ممكن يكون حق انتفاع ومبلغها قليل، لازم انا اعلم في الفتره اللي فاتت اترفع حق انتفاع بمبالغ كبيره جدا، الناس تشكر طبعا ان عملت ده. لازم نحافظ على اللي موجود دلوقتي ونكمل عليه، نضيفها. يعني تمام. نكمل عليه، الفكره في كده يعني. تمام. طيب احنا سيادتك ليك دقيقه ونص نختتم بقى برنامجك، وسيادتك ليك دقيقه ونص نختتم بقى برنامجك، ثم هنتوجه، حضرتك هتتوجه برساله للجمعيه العموميه، والاستاذ اشرف برضه هتوجه برساله للجمعيه العموميه. فعند سيادتك دقيقه ونص من دلوقتي، اتفضل تختتم البرنامج يعني. بالنسبة للاستكمال وبسرعة الاستكمال الجزء الخاص بتنمية موارد النادي، أنا بأكد على أنه إنشاء نادي الزمالك في 6 أكتوبر واستاد نادي الزمالك ده هيكون قيمة تسويقية كبيرة جدا طبعا. جدا هتدخل دخل كبير قوي من إعلانات وملاعب وتأجير وفنادق. الجزء الثاني اللي هو قناة نادي الزمالك. قناة نادي الزمالك أنا بوجه رسالة للقائمين على إدارة النادي سواء كنا موجودين أو غير موجودين بتبني هذه الفكرة، أنه يذاع جميع مباريات الناشئين وفرق الألعاب زي السلة والطايرة والهاندبول، زي السلة والطايرة والهاندبول، جميع الألعاب والملاكمة والهوكي كله على قناة نادي الزمالك. أنا بماركت اللعبة بتاعتي، بسوقها، بقدر بيتشافوا من كل الدنيا. ما جيش عند سن 19 سنة أو 20 سنة خلاص بضطر 70% من اللعبة دي بتخرج ببلاش، لا أبدأ من دلوقتي أطلعهم إعارات ويرجعوا لي بقيم مالية كبيرة جدا جدا، بتدي ولاء وانتماء للعيبة الصغيرة، إن أنا فرحان إن جمهور الزمالك كله بيتفرج عليا.
الجزء الثاني اللي هو استاد حلمي زامورة. استاد حلمي زامورة دوت مهم جدا اعاده بنائه، وكان هدمه ده كان خطا استراتيجي، لانه انا النهارده اللعيب بيبقى فرحان وقاعد الجمهور اعضاء الجمعيه لما بيتفرجوا عليه، او جماهير من بره بتيجي نفسها تشوف اللعيب هو في التدريب. ان شاء الله يا رب يكون بخمسة جنيه تذكره، هي قيمه سوقيه، يوم في الاسبوع او يوم في الاسبوع، قيمه ان تقنن يعني ان تقنن. هم دول الحاجات اللي بقى متوقعه عندي. تمام استاذ اشرف اتفضل. دقيقه ونص يا فندم، دي مهم جدا في الدقيقه ونص البرنامج بتاعك. اوكي دي مهم جدا. نادي الزمالك في اكتوبر فرع الثاني، ده مهم جدا عشان الكثافه اللي موجوده في جامعه الدول. نادي ميت عقبه ده بقت صعبه جدا. الاهتمام بمصر في مرسى مطروح عشان ندي ميزه اجتماعيه لاعضاء الجمعيه العموميه. اكاديميات نادي الزمالك في كل محافظات مصر، في كل محافظة، ممكن في محافظه اكاديميه واثنين بس يديرها النادي، ما تداش لحد حق انتفاع، يديرها النادي واحنا قادرين على كده. طبعا استاد حلمي زموره ده مهم جدا، عوده المدرجات مره اخرى، العمل على مراجعه عقود المحلات وإعادة تخطيط السور بشكل استثماري قوي. الحاجة المهمة جدا التركيز على قناة نادي الزمالك بإدارة احترافية تدخل مورد من موارد الرئيسية لنادي الزمالك. تمام احنا كده خلصنا. سيادتك عندك أي حاجة؟ لا سيادتك عندك أي حاجة؟ شكرا. تمام احنا هنختتم بكلمة حضرتك هتوجهها للجمعية العمومية. الكاميرا بتاعت سيادتك اهي، عندك دقيقه من دلوقتي تقول للجمعيه العموميه ما تشاء. اتفضل يا فندم. ارجو من اعضاء الجمعيه العموميه الدقه في الاختيار ومراجعه برامج المرشحين، وما يميلوش لاهوائهم او يميلوا للتوجيهات او التوجهات في الاختيارات القادمه. نتمنى نكون لينا دور في المرحله القادمه، واذا كان لينا دور هيكون في الحاله الاجتماعيه المتهالكه لنادي الزمالك الحالي بالتوازي مع انشاء فرع 6 اكتوبر اللي ممكن هيستمر لمده طويله جدا. فالاولويه هتكون لنادي الزمالك حمامات سباحته، ملاعبه، الحمامات العاديه، المحلات اللي جوه نادي الزمالك. ان شاء الله يكون لنا دور في تطوير هذا بنادي الزمالك، يكون نادي عالمي يليق باعضائه وبشكله وبجماهيره. شكرا. تمام يا فندم. استاذ اشرف امام الكاميرا بتاعت سيادتك هي توجه كلمه في دقيقه لجمال العمية. اتفضل يا فندم. يعني بوجه كلمه لاعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، الاعضاء المحترمين، من اشرف امام عبد السلام المرشح لعضويه مجلس الاداره فوق السن رقم 6. انا بقول ان الكوره اصبحت في ملعب اعضاء الجمعيه العموميه. اعضاء الجمعيه العموميه يتخطوا ال 100,000. المرشحين 50-60 مرشح، صعب انهم يقدروا يوصلوا ل 100,000، لكن سهل جدا ال 100,000 يقدروا يبصوا على ال 50 واحد وينتقوا منهم الافضل. انتقي اللي عنده فكر اداري يدير ويصل بنادي الزمالك الى الاستدامه والاستمراريه، يعني بعيدا عن اي مال سياسي. حتى لو في حد بيعمل فلوس، اختار اللي دفع بدون مقابل، مش اللي اداك فلوس بمقابل. والاسماء معروفه ومحفوظه. تمنياتي بالنجاح والتوفيق لنفسي ولزمايلي اللي نازلين مرشحين، واتمنى ان الجمعيه العموميه توفق باذن الله في اختيار مجلس اداره منتخب يكون قادر وجدير بقيمه نادي الزمالك وجماهيره. بشكر حضرتك جدا. شكرا ميسي ليك. السيد اللواء حاتم البيباني بنتمنى لك التوفيق. شكرا لحضرتك. ربنا معاك ان شاء الله. شكرا على اداره الحوار المحترم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. الاستاذ اشرف امام بنتمنى لك التوفيق. اشكرك ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا. سعيد اني كنت معاك. الله يخليك يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.